سلام ونعمة رب المجد. أحبنا مشاهدي برنامج صرخة ألم على الموعد كل أسبوع، ومنتظر اتصالاتكم وآرائكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم، لأن في أكتر من حاجة النهاردة في حلقة النهاردة، وأرجو المتابعة للحلقة الآخر لأن أكيد هيكون ليكم رد فعل على الأحداث اللي فيها. بس قبل ما أبدأ، أولا أقول الآية وبعدين أقول لحضراتكم بعض الحاجات البسيطة. الآية: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أيوب 42:2. أنا واثقة أن ربنا لا يعثر عليه شيء، واثقة جدا جدا من إيده اللي بتتمد لينا في وقت الحاجة، واثقة كمان من إيده اللي هتشد ودان الناس اللي المفروض بتمد ايديها على اولاده. واثقة في الحالتين ان ربنا مش هيتخلى عننا ابدا. وبالمناسبة الكلام ده، القناة في اشد الاحتياج. انا مش من طبيعتي ان انا بتكلم على موضوع الفلوس، لكن حقيقي بامانة اذا كان القناة ليها ولو بصمة اعلامية في المجال الإعلامي، لو كان برنامج صرخة ألم بيستطيع أنه يوصل الصوت، وأشكر ربنا على كده، إذا كانت الموضوعات اللي بتقدم على القناة عامة وعلى صرخة ألم خاصة تهم السادة المشاهدين، أن العالم كله يعرفها، وأن إحنا نوصل فعلا صوت إخواتنا اللي في مصر اللي محتاجين أنهم يصرخوا، لأنها عندهم فعلا صرخات ألم قوية جدا. ومن ضمن الصرخات القوية هتبقى في حلقة النهاردة صرخة أعتقد الكل لما هيسمعهم من الناس دي وهيعرف موضوعهم هيقول فعلا ما ينفعش يكون في صوت إعلامي يتوقف، ما ينفعش أي وسيلة إعلامية. إحنا في وقتنا الحالي، قلت أكتر من مرة، أن أخطر شيء في حياتنا الآن الإعلام والتعليم، أخطر شيء. الاتنين لا يمكن لا يمكن تتخيلوا قد إيه أهميتهم وتأثيرهم على الإنسان. الإعلام برضو أكتر من مرة قلت أنه ممكن يهد بلد وممكن يبني بلد، بلد كاملة. يعني لما نشوف أن بلد ممكن بإشاعة واحدة، بلد مش قرية، بلد بإشاعة عن هذه البلد مثلا ان عندها اسلحة نووية او عندها قنابل نووية، سهل جدا ان العالم كله، ولو اشاعة، سهل جدا ان العالم كله يثور على هذه الدولة ويدمرها. وده حصل في العراق. العراق دلوقتي زي ما الكل عارف شكلها ايه. سهل جدا ان احنا نمدح في دولة ونكبرها ونعظمها وترتفع عن طريق الاعلام، وممكن نخفز بيها الارض عن طريق الاعلام. عشان كده الاعلام بقول لحضراتكم مهم جدا جدا جدا. اخواتنا اللي في مصر واهالينا اللي في مصر محتاجين، لو هم مش قادرين يصرخوا داخل مصر وعارفين الاسباب كتيرة جدا، اكيد محتاجين يوصلوا هذه الصرخة للعالم كله، لرب السماء أولا. هم بيصرخوا وأكيد ربنا سامع صرخهم، بس الصرخة مكتومة جوه مصر. جوه مصر أي واحد بيحاول، برضه في حلقة النهاردة الكلام ده كله هتلاحظوه، أي واحد بيحاول يعمل حاجة عشان يعيش بيكون ليه رد فعل آخر، ان انت المفروض تموت. صعب جدا علي انا شخصيا واكيد على ناس كتير، ان انا ممكن اشوف حد محتاج ان هو يوصل صوته بالألم اللي داخلي اللي جواه وقف ساكتة. عشان كده لما بلاقي اي وسيلة اعلامية بتأدي هذا الغرض، المفروض ان انا اقف جنبها، المفروض ان انا اساعدها على انها تكمل المسيرة دي عشان نوصل الصوت. برضو اكتر من مرة قلت، شفت جنوب السودان اللي كان بيحصل في دارفور
العالم كله ما كانش يعرف عنه حاجة لو فضل مستخبي. لكن وسائل الإعلام كشفت اللي بيحصل في دارفور، وكشفت المذابح اللي كانت بتحصل والاغتصاب والقتل ووي بوكو حرام، برضو الإعلام هو اللي كشفه. لو الإعلام ما كانش يبين هو بيعمل إيه، هذه العصابات الإرهابية بتعمل إيه، ما كانش العالم عرف. ده فايدة الإعلام. صوت إخواتنا اللي في مصر وأهالينا ده أمانة في رقبة كل واحد فينا. فأي واحد هيتقاعس عن إنه يوصل هذا الصوت أكيد هيسأل عنه، أنت عملت إيه؟ أنا مش قادر أساعدهم بأي طريقة ما، لأنها مش حالة ولا اتنين ولا عشرة ولا مية. يمكن كل واحد فينا بيساعد بطريقة ما، لكن كمان هم محتاجين أن يوصلوا صوتهم للعالم كله. فبالتالي ما أقدرش أقف أتفرج وأنا شايفة أن أنا مش قادرة أوصل لهم الصوت بتاعهم، يبقى لازم أساعدهم. أساعدهم أن أنا أدعم أي وسيلة إعلامية أنتوا شايفينها تستحق أنها توصل الصوت، اي برنامج. بس احنا المفروض اعتقد في خلال فتره السنوات اللي ربنا قدرني ان انا اوصل الصوت، اكيد حضراتكم متابعين برنامج صرخه قلم لكل الساده المشاهدين، واكيد برضو حضراتكم متابعين ان انا لما تقابلت مع اكتر من شخص في اكتر من مكان، مهرجان او مؤتمر او عرفت قد ايه ان الصرخة واصلة فعلا. عشان كده اتمنى وارجوكم ان انتم ما تقفوش مكتوفي الايدي امام مكان. انا لمست فعلا النهاردة بالذات ان القناة فعلا مهددة بالاغلاق. النهاردة بالذات انا لمست الموضوع ده اكتر من الايام اللي فاتت. فاذا كان السادة المشاهدين يرضيهم ان صوت اخواتهم اللي في مصر لا يصل، لو شايفين ان المجهود اللي ربنا بيقدرني اني اوصله لا يستحق ان هذا البرنامج يستمر، لو شايفين بامانة مش المفروض ان انا اقول الكلام ده. انا بقعد 48 ساعة ما نمش لما بحس ان في حد محتاج ان انا اوصل صوته. الشخصية اللي هتكون معانا النهاردة عشان توصل الصوت والصرخة، شخصية تستحق ان احنا فعلا نوصل لها الصوت، وفعلا نقول للدولة بحالها، لمصر بحالها، ليه يحصل لهم كده؟ ليه يبقى ده نتيجة رد فعلنا او مكافئتنا؟ ليه؟ انا بامانة ربنا من امبارح انا حاسة ان انا هتجنن، لان في اكتر من حالة انا مش قادرة اعمل الحاجة، مش قادرة غير ان انا اوصل الصوت، مش قادرة غير ان انا فعلا اصرخ معاهم صرخة الم. شعبنا المصري محتاج ان احنا نقف جنبه، نقف جنبه بكل الحالات، بكل الطرق، بكل الوسائل، وليكن واحدة من هذه الوسائل الإعلام. لا تترددوا في أنكم تدعموا أي مكان، وخاصة أرجوكم برنامج صرخة ألم والقناة، وخاصة أي وسيلة إعلامية تحسوا أن أنتوا حاسين أنها فعلا بتوصل الصوت. صناع القرار في العالم بيعرفوا البلاد عن طريق الإعلام. ممكن السفير يوصله تقارير وتكون التقارير مش صحيحة، فبيعرف المعلومة عن طريق السفير وممكن المعلومة تكون غلط. لكن الإعلام الصادق فقط هو اللي بيوصل المعلومة صح. وأعتقد وأتمنى أن أنا في خلال السنوات الطويلة دي في المجال الإعلامي كنت صادقة جدا جدا في مشاعري، في البرنامج، في الأحداث، في الناس اللي بستضيفهم، في الناس اللي بطلب منهم إنهم يدعموا.
انا بطبيعتي ان انا مش بتكلم في الحاجات دي، لكن فعلا كمان مرة بقول انا لمست النهاردة ان القناة على وشك الاغلاق. رجاء محبة، ما تقفوش صامتين ولا ساكتين على ان تسمحوا لأي وسيلة إعلامية انها تغلق او تقف عجزة او تتقفل الأبواب. وكمان ما تنسوش ان في كل وسيلة إعلامية ولتكن القناة في ناس بيوتها مفتوحة، فلو بعد الشر اتقفلت العجز مش بيزيد بس في الوسيلة انها اتقفلت، ولكن في البيوت المفتوحة من وراء القناة. أبدأ حلقة النهاردة لأن صرخة النهاردة صرخة أعتقد تخلي الناس تبكي، عشان كده كلمات حد بعتها لي وربنا يباركوا على اللي كاتب هذه الكلمات. كرهتونا في عيشتنا، فين الجاني ولو في قضية واحدة؟ ولا القبط في مصر هفية؟ مليون حادثة ودم ونار، عيب يا حكومة، ده أكبر عار. طب رسونا إيه الحال؟ طب عرفونا إيه الحال؟ في قانون سري وإحنا مش عارفين؟ دم القبط يعني حلال؟ عشان كده انتم ساكتين؟ اصل الموضوع فاق العقول وفاق القول، والتدليس واضح للكل، ومحدش فيكم مسؤول، طبعا للاسف، ومحدش فيكم مسؤول غير في التبرير انتم زي الفل. محدش فيكم مسؤول عن حرق كنايس، عن خطف بنات، تهجير مع فرض الإتاوات، دمنا سايل جوه وبره، غير التكفير والإهانات، وتقولوا الوحدة الوطنية ونسيج واحد في الأغنية، وفي كل مصيبة تحيلونا بشعارات وبجلسة عرفية. دي سياسة ما وردت على بال، كرهتونا في عيشتنا يا ناس، ده الظلم في تشريعكم طال، وحياتنا بقت مرة تعيسة، والإمتى هيفضل كده الحال؟ الكلمات دي بتعبر عن أكثر من حدث، ولكن الحدث اللي النهاردة يمكن لما بتكلم عن الداخلية بتكلم لأن هي مصدر الأمن والأمان في مصر. المفروض الجيش مش مسؤول عن حماية الناس، الشرطة هي المسؤولة عن حياة الناس. زمان كنا بنعرف ان ايه الوقاية خير من العلاج، زمان بنقول الوقاية خير من العلاج. لما يجي واحد يقدم اكتر من بلاغ، اعتذر وهكمل بعد شوية لان المايك بتاعي فيه عطل، هرجع لكم بعد قليل، خليكم معايا. The truth. I say unto you that this poor widow have cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had.
بنشكر قناة كوب تكسات على محبتها الكبيرة وشغلها الحلو جدا اللي هو بيعلن صوت الحق في الداخل والخارج وبيعرض قضايا الأقباط بكل جوانبها بدون تحيز لأي طرف. وهذه القناة وجودها في مصر بركة كبيرة جدا جدا، وقناة طبعا في أولها كده محتاجة لدعم وتدعيم الناس والتبرعات والعطايا عشان خاطر يقدروا يكملوا رسالتهم الحلوة اللي هتوصل صوت الحق لكل الناس في مصر وفي خارج مصر. نشكر محبتهم، والقناة ديت عندنا في كنيسة الأبصفين بمروز بنأيدها وبنشكرهم عشان بيجوا يسجلوا معانا، وربنا عوضهم عن تعب محبتهم ويجعلها في تقدم مستمر ومن نجاح نجاح ونعمة فوق نعمة وبركة فوق بركة. لإلهنا كل مجد وكل كرامة لأول اسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. لتدعيم برنامجك المفضل واستمرار هذه الخدمة يمكنك الاتصال على تليفون 949-872-2728 أو زيارتنا على موقعنا الإلكتروني www.csat.tv. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. بعتذر لحضراتكم على العطل اللي كان عندي في المايك، بس أرجع وأفكر حضراتكم كمان مرة باللي قلته. كنا بنقول زمان الوقاية خير من العلاج. هتكون معانا حالة بعد شوية صغيرة، حالة رفضت انها تدفع إتاوة، حالة دكتور اهله كبروا وتعبوا وشقيوا، واحنا عارفين الانسان في مصر التعليم بيتكلف قد ايه وبياخد مجهود قد ايه. انا عايزة حضراتكم تتخيلوا هذا الدكتور من ساعة ما كان صغير لغاية ما بقى دكتور أسنان، ولغاية لما بقى إنسان محترم واتجوز وخلف أكبر طفل عنده 10 سنين. 10 سنين يا بلد، 10 سنين أكبر طفل عنده هذا الدكتور، ربنا ينيح روحه طبعا، اسمه إيهاب. إيهاب رايح عيادته وخرج، خدوا بالكم من الولاد، الرسالة الوحيدة اللي قالها، وتكون المكافأة ليهم لأنه رفض يدفع إتاوة وجاله أكتر من تهديد، وراح عمل محاضر في اسم الشرطة وفي مديرية الأمن، يعني عمل اللي عليه وأكتر بالنسبة للناحية القانونية. مفيش اي حاجة ما امشي بيها، والكلام ده بقوله لكل الناس اللي بتقول امشوا في الطريق القانوني، امشوا في الطريق السلمي زي وائل البراشي. راح عمل محاضر في اسم الشرطة وفي مديرية الامن ان بيجي لي تهديدات ان انا ما دفعتش اتاوة هتقتل او ولادي و عايزين منه ايه اكتر من كده يعملوا. المفروض الدول المحترمة، الدول المحترمة كمان مرة بقول ان المفروض الدولة تاخد اجراءاتها القانونية وتعمل ايه، تقبض على صاحب رسالة التهديد وتقول له انت بتهدد فلان، رقم تليفونك اهو، مش سنة كاملة، سنة كاملة يجيله التهديد ويعمل البلاغات ويكون رد فعل ضابط الشرطة طب واحنا هنعمل لك ايه. ادي رد ضابط الشرطة، مطلوب مننا نعمل ايه؟ عارفين ايهاب رد على ضابط الشرطة وقال له ايه؟ قال له طب انا اعمل ايه عشان اعيش؟
يعني مطلوب مني اعمل ايه عشان اعيش. بلغات وعملت الاتجاه القانوني وسلكت فيه. دمه في رقبة مين؟ إيهاب. دمه في رقبة مين؟ في رقبته هو وأسرته عشان رفض يدفع الإتاوة؟ طبعا هي مش إتاوة، هي مش زكاة. انتوا عارفينها انها اسمها الحقيقي الصح، عشان ما حدش يقولها انها إتاوة يقول انها جزية. جزية مقننة، جزية في صورة إتاوة، لأن اللي بيتخطف واللي بيتقتل 99% أقباط. واتكلمنا على الموضوع ده أكتر من مرة، استنفاذ لأموال الأقباط، تهددهم وترويعهم، زائد ادفع الجزية، لأن احنا بقينا في دولة ما فيهاش لا قانون. مش هقول غير نسمع الأستاذ أكرم أولا أخو إيهاب، ربنا ينيح روحه، وهو يحكي لنا بالتفاصيل لأن هو على علم بكل اللي عمله إيهاب من خطوات. راح لأقسام الشرطة عمل إيه، راح لمديرية الأمن عمل إيه، كل اللي عمله إيهاب أخوه أكرم يحكيها لنا بالتفصيل. سلام ونعمة ليك يا أستاذ أكرم. أهلا، أنا معك أكرم كرم وهيب، أخو الدكتور إيهاب كرم وهيب. أهلا وسهلا بحضرتك، عايزين حضرتك تحكي لنا بالتفصيل لو سمحت ايه اللي حصل بالطبع. المفروض التهديدات اللي جات لإيهاب، إيهاب عمل ايه وازاي اتقتل؟ اتفضل. ماشي. اولا تهديدات كانت من حوالي من سنة بالظبط كده. من سنة، بس ما اهتمش في الاول بالموضوع، بس لما نجي تهديدات كتيرة عمل محضر تاريخ 28، هو التهديد جاله يوم 27/2، عمل محضر يوم 28/2، وبعد كده عمل خطاب تتبع السنة دي يا أستاذ أكرم؟ بعد كده عمل خطاب من السنة اللي فاتت 2013 لحد السنة دي 2013، يعني من سنة ونص من السنة. لا لا، عمل محضر 28/2 السنة دي. 2014. 2014. واحنا في شهر 10 من 8 شهور. وعمل خطاب تتبع الارقام اللي بتهدده مذكوره في المحضر. كويس. وعمل الحاجه دي من نيابه وداها لرئيس المباحث تقريبا كده، حط الجواب في جرد المكتب، وعدم اهتمام طبعا وتجاهل الموضوع كده. وفي بعد كده قبل الحادث بثلاث شهور او شهرين ونص، هو مروح كنا احنا بنوصله معاه في العربيه كده، فكان في عربيه ماشيه ورانا كده، عربيه ربع بها اربع اشخاص ملثمين، وفي الصاعق من قدام وفي واحد جنبه. استاذ اكرم بعد اذن حضرتك الاول، اولا حضرتك من محافظه اسيوط صح؟ محافظه اسيوط مركز البداري قريه قمساده. حلو جدا، عشان نوصل الرساله ان وزير الداخليه ادي حاله على الهواء مباشره من محافظه اسيوط من الصعيد اللي الجرائم انتشرت فيه باقصى ما يتخيل الانسان، وما زال وهو ما عملش حاجه غير انه راح قدم بلاغ وعمل محضر وكتب ارقام التليفونات، وكمان البلاغ اتحط في الدرج. بس يعني ده رساله لوزير الداخليه يعرف الصعيد بيحصل فيها ايه. اتفضل يا استاذ اكرم. وحضرتك يعني بعد ما حصل ان في عربيه كانت ماشيه وراه طريق البداري اسيوط، العربيه دي كانت تطرا لمسافه كده، فبالنسبه عشان احنا كنا ما خايفين لحسن يكون معاهم سلاح، فاحنا اضطر الدكتور يزود سرعه العربيه كده ويسحب كده لحد ما يوصل المركز الساحل على الطريق السريع ده. فالعربيه كده عند كوبري، في كوبري اسمه قبل الساحل بمسافه كده، العربيه هدت لما لقيت مفيش جدوى والعربيه سحبه كده بسرعه، فالعربيه ايه
اتجهت للخلف كده وتراجعت عشان لقيت ان في اعداد معاها في العربيه كتير. استاذ اكرم قبل ما تكمل بعد اذن حضرتك، التهديدات كانت بتقول له ايه؟ تهديدات كان بيطلب منه فلوس كام؟ حاول ياكل. هو ما بيقولش ان كان اول ما بيهددوه بيشتمهم كده ويدخل فيهم شمال كده وما يدهم فرصه كده احسسهم انه خايف كده. طيب انا يعني هل هي بيطلبوا منه مبلغ شهري ولا عايزين مبلغ كبير؟ لا مبلغ كبير. ما عايزين مبلغ كبير على انه دكتور يا تدفع يا هنقتلك او هنخطفك. وفي المركز ده برضو مركز البدارة حصلت كذا حادثة خطف، والحكومة عندها علم مين اللي خطف وبتاع، وبرضو مش عايزين يتحركوا. فالدكتور في اليوم ده لما العربية دي كانت بتحاول يعني تخطفه، فلقيت ان في اعداد كده المحاولة يعني بتاعتهم يعني فشلت. الدكتور راح عند مدير الامن حب يقابله بسيوط كده. ايوه حب يقابله، طلب من السكرتير يقابله ان موضوع مهم خالص كده وجدا، فرفض حضرته وقال له يعني مش فاضي، هطلب لك انا مامور مركز البدالة واهتم لك بالموضوع. فقال لا انا المامور انا عارف طريقه، انا جاي عاوز اقابل مدير الامن. قال له انا هعمل لك ايه يعني؟ قال له انا هعمل لكم ايه عشان اعيش. ده سكرتير مدير الامن اللي قال له كده؟ لا سكرتير مدير الامن هو اللي قال له كده، قال له انا هعمل لك ايه؟ رد الدكتور عليه وقال له انا هعمل لكم ايه عشان اعيش. ما انا بقول لحضرتك اللي قال له انا هعمل لك ايه عشان انا هعمل لك ايه، ده سكرتير مدير امن اسيوط صح؟ مع حضرتك سكرتير مدير الامن هو اللي قال كده. الدكتور رد عليه بنرفزه طبعا، قال له انا هعمل لكم ايه عشان اعيش، يعني كل طلبه انه يعيش. استكتروا عليه حاجه زي كده. وبعدين استكتروا عليها حاجة زي كده. بعدين حصل اللي حصل في تاريخ 23/9 يوم الثلاث بالليل الساعة 9:30، حصل اللي حصل وقتلوه على الطريق. لا احكي لنا التفصيل تقريبا ازاي ده حصل، برضه بعربيته وراحوا موقفينه وعملوا بعربيته يعني تقريبا كده في المكان اللي هم عارفينه من شيء تمام وكبر الدمسة وكبر القارب، المنطقة المعروفة دي مشهورة للخطف، يعني في مطبات عاملينها الأهالي كده عالية تحت العربية إن لازم غصب عنه يقف، لازم غصب عنك يتهدي أو يهدي عشان تعرف تعدي كده بالعربية. فهو لمح تقريبا كده على حكم الناس إن هو لمحهم كده، فدار العربية بسرعة كده وحب يرجع للمركز البداري كده، فجري وراه مسافة 2 كيلو. فتقريبا في اثنين معاهم دراجات بخاريه موتوسيكلات يعني، حبوا يعني عشان ما يجريش بسرعه حبوا يعني يهدوا كده العربيه ويطلعوا قدامه. ايوه بس تقريبا خبط واحد، فهم عشان الموضوع ده انه خبط واحد كده تقريبا وقع بالموتوسيكل، فهم اطلقوا وابل من الرصاص ادت الى مقتله. ادي كل اللي حصل بالتفصيل كده. يعني دم اخويا في رقبه مين؟ دم اخوك يا استاذ اكرم في رقبه الدوله من اولها لاخرها، من كبرها لصغيرها. الدوله مش مهتمه. ما انا بقول لحضرتك يعني الوقت مسؤول قاعد في التكييف والمكتب بتاعه مش شايف شغله، يروح ولا يقعد؟ المسؤول عن يعني هذا مدير الامن استاذ اكرم، المسؤول عن هذا نعم. مدير الامن وسكرتيره اللي بيقول مدير الامن والسكرتير بتاعه، احنا شعب، هم مدير امن مسؤول عن الشعب، احنا مش من ضمن الشعب ولا شعارات دي وبس. المفروض مكتبه مفتوح للشعب. صح. هو قاعد على مكتبه عشان خاطر الشعب، هو في الوظيفه دي عشان خاطر الشعب، هو في الوظيفه دي اصلا عشان يحمي الشعب. واحنا الشعب
عايزين حق، عايزين حقنا كده. طيب هل كبير متجاهل الامر؟ يعني ده لو يبني الوزير، لو تهديد واحد مش كانت اتجابت الناس دي من ساعتين بس. عندك حق طبعا. السنه كامله مش عارفين يمسكوا اي متهم بالتهديد. سنه كامله وحاليا قتلوه. يا هل ترى مسكين اشخاص ولا برضه متجاهلين؟ هل اتقبض على حد يا استاذ اكرم؟ هل اتقبض على حد؟ نعم؟ اتقبض على حد؟ الله، لحد دلوقتي مكتمين على الامر، الله اعلم قابضين على حد، ماسكين خيط، الله اعلم، بس هم مهتمين برضه، خايف على الكرسي بتاعه فبعت يعني غالبية المديرية، غالبية 95 من مديرية الأمن، وما لهاش حاجة غير الموضوع ده. عشان حضرته خايف على الكرسي، فلازم يقفل القضية صح، مكان من الأول. بعد ما إيهاب دفع ثمنه هو الحياة أو حياته. بعد إيه؟ بعد إيه؟ ما خلاصك، شمعة بيتنا كانت منورة اتطفت، بسبب إيه؟ بسبب مسؤول. للأسف. شمعة بيتنا كانت منورة اتطفت كده. كانت منورة في بلد مش في بيت، في بلد. عنده أولاد قد إيه يا أستاذ أكرم؟ عنده بنت 7 سنوات ومعاه ابنه 3 سنوات. بنت 7 مش 10 كمان زي ما الكاتبين يعني. بنت 7 وولد 3 سنين؟ 3 سنوات ابنه. انا عايزه بعد اذنك انتظر يا استاذ اكرم الله يخليك. انا عايزه الدوله تجاوب على نفسها متمثله في وزير الداخليه. ذنب الأطفال اللي اتقتلوا دول، سوري، اللي أبوهم اتقتل دول في رقبة مين؟ الأطفال اللي اتيتمت دي وهي صغيرة لسه ما تعرفش حتى أبوهم، يعني لما هيكبروا شوية هينسوا شكله إلا في الصورة المتعلقة. ذنبهم إيه إنهم يعيشوا أيتام بسبب إهمال وزارة الداخلية المتمثلة في مدير الأمن وسكرتيره؟ هنعمل لك إيه؟ لا، لازم المفروض تعرف هتعمل إيه. لازم تعرف ان من واجبك حماية المواطن. انت قاعد على الكرسي وبتاخد مرتب عشان تحمي الشعب، عشان تحافظ على حياة الشعب، مش تقول له هعمل لك ايه. كاتب لك ارقام التليفونات اللي بتقول له انها بتهدده، وكاتب لك او جايب لك التهديدات، وراح عمل محضر، وراح يحاول يقابل مدير الامن، وكل ده عشان يحمي حياته وحياة اسرته. وبالتالي المفروض ان اللي قاعد على الكرسي ده، سواء قاعد في تكييف او في غير تكييف، بس قاعد على كرسي ما بيقومش بشغله، المفروض الدولة تقول له مع السلامة وتعاقبه كمان، مش ترفضه بس لانه اهمل في شغله. اذا كانت الدولة بتحاكم كل واحد اهمل في شغله، زي ما رئيس الوزراء في احد البرامج قال انه حول بتوع الكهرباء للنيابة لانهم اهملوا في شغلهم. طب مدير الامن ده عمل ايه يا محلب؟ اهمل في شغله. سكرتيره عمل ايه يا محلب؟ اهمل في شغله. يعني دول اول ناس، التانيين اهملوا في شغلهم، لكن مفيش حد اتقتل. اللي انت حولتهم بتوع الكهرباء، حولتهم للنيابه، مفيش حد منهم او من الشعب اتقتل. لا، انت حولتهم لانهم اهملوا في الكهرباء. لكن ده حياة بني آدم ضاعت، أسرة بأكملها أطفال اتيتمت، زوجة اترملت. طبعا مش إيهاب لوحده، ده في حالات كتير. يا ترى دول يا محلب هيبقى ليهم نصيب عندك وتحول المجرمين الأصليين المشتركين في الجريمة اللي هو مدير الأمن وسكرتيره للنيابة؟ مش القاتل هو الأساس، الأساس هو اللي ساعد على الجريمة أو اللي خلى الجريمة تتم، اللي هو مدير الأمن وسكرتيره، اللي بيقول له طب إحنا هنعمل لك إيه؟ طب هو أنت عايزه هو يعمل إيه؟ عايزه يعمل إيه غير إنه يجي يبلغك عشان أنت تقوم بدورك؟ أنت بتاخد مرتبك عشان تحميه، ومع ذلك ما قدرتش تحميه، يبقى مرتبك خسارة فيك، وظيفتك اللي أنت قاعد عليها خسارة فيك،
ونرجع نقول احنا المفروض نحاجي على الشرطة، والمفروض ناخد بالنا منها، والمفروض نحميها، والمفروض نحافظ عليها. كل ده اوكي لو هما بيقوموا بواجبهم، لو هما بيقوموا بشغلهم صح. لكن لما كل يوم والتاني الاقي واحد بيتقتل، فرد إتاوة، اي حاجة بتحصل، خطف، اي حاجة، هتقولي حد بيتخطف غير اطباء اقباط او اصحاب رؤوس اموال اقباط او اي حد غني قبطي، صاحب محجر، صاحب ارض، صاحب بيت، اي حاجة يخطفوه ويطلبوا مش بألف ولا بألفين، ده بيطلبوا بالمئة ألف وبتوصل لاتنين مليون وبتوصل لعشرة مليون، وهنسمع في حالة النهاردة. لإمتى بقى احنا هنفضل بالحال ده؟ لإمتى كل يوم والتاني هنلاقي واحد قبط اتخطف ثم قتل؟ يا ترى يا وائل يا إبراشي اللي قتلوه دول برضو أقباط؟ عشان ما تقولش ان احنا بندلق البنزين على النار. اللي قتلوه دول أقباط؟ يا ترى اتقبض عليهم وهيتحاكموا محاكمة عادلة؟ يا ترى ده المفروض قتل مع سبق الإصرار والترصد، يعني مترصدين ليه من كام فترة قبل كده، مش في اليوم اللي اتقتل فيه، مترصدين ليه من فترة، يعني متتبعينه، يعني إصرار وترصد. يا ترى هياخدوا إعدام ولا برضو مش هينفع ياخدوا إعدام؟ ولا برضو هتداروا عليهم والجريمة تكتر مرة واتنين وتلاتة وعشرة؟ ما لأن مفيش حل رادع لهؤلاء المجرمين والشرطة واقفة بتتفرج عليهم، يبقى هتلاقوا مليون إهاب، مش إهاب واحد، هتلاقوا مليون قبطي بيتخطف ويتقتل وتتفرض الإتاوة، قصدي الجزية مش الإتاوة. هتدفع ولا نقتلك؟ هتدفع ولا نخطف ولادك؟ هتدفع ولا لأ؟ ويخطفوه ويطلبوا من أهله يدفعوا، طبعا يبيعوا بيوتهم، يبيعوا عربية، يبيع عيادة، لو إيهاب كان عايش كان باع عيادته، لو كان اتخطف كان كل ده يتم عشان ياخدوا الفلوس. وبالنهاية بيعملوا إيه؟ أنا متأكدة وعندي الأدلة بالاسم، بيتقاسموا مع رجال الشرطة، ادفع لي كذا وأنا هغمض العين عنك، وعندي الأدلة يا محمد يا إبراهيم يا وزير الداخلية. أوكي؟ لإمتى بقى إحنا هنفضل على الحال ده؟ وتفضلوا تقولوا وحدة وطنية ومفيش فتنة ومفيش، ده احنا محافظين على البلد، ده احنا ده احنا، وكله تعظيم سلام، كله تمام. هل هو ده التمام؟ ان أسرة بالكامل تتدمر وأطفال تتيتم، هو ده التمام يا محمد يا إبراهيم؟ ولا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين البلد توصل لفين؟ اللي نفسي افهمه، يعني انتوا فاكرين ان الأقباط لغاية امتى هتفضل كل يوم تاخد فوق دماغها وتسكت؟ تفتكروا الأقباط هتفضل تسكت كتير؟ تفتكروا البركان اللي جوه كل أسرة الشرطة أهملت في حقها، البركان ده هيفضل يهمد ويطفي ولا هيفضل جواهم؟ حقيقي صرخة ألم باسم أسرة أهل إيهاب، إذا ما كانتش وصلت لداخل أسيوط فأتمنى أنها تكون وصلت للعالم كله. إذا كان الإعلام المصري بيتغاضى عن هذه الفضايح وبيخبي الفضايح دي عشان خاطر الشرطة تقف على رجليها، ما تنسوش أن احنا اللي بنوقفكم على رجليكم، الشعب، يا الشعب هو اللي يوقفك على رجلك يا محمد يا إبراهيم، يا إما هو اللي هيخفز بيك الأرض زي العدلي. وإن شاء الله أكيد نهايتك هتبقى زي نهاية العدل إن لم تصلح حال الشرطة، إذا ما كانش كل واحد قاعد على كرسي فعلا يستحق هذا الكرسي، وانت أولهم طبعا، مش واحد ولا اتنين في الشرطة، انت عارف كل إيد مهملة في الشرطة، انت عارف كل واحد مقصر في حق واجب عمله، انت عارفه كويس، ومع ذلك سايبهم. سايبهم ليه؟ مش عارفة. برضو محلب سايب محمد إبراهيم ليه؟ مش عارفة. السيسي سايب محمد إبراهيم ليه؟ مشترك في كام وزارة محمد إبراهيم؟ مهمل في كام وزارة؟ برضو مش عارفة.
استاذ اكرم انا اسفه ان انا طولت عليك، واسفه ان انا انفعلت، واسفه على كل حاجه حصلت لكم بسبب اهمال الناس دي. باسم ناس كتير جدا شرفاء في مصر بيعتذروا ليك. هو الاعتذار مش هيرجع ايهاب، بس الاعتذار للاسف مش هيرجع ايهاب، مش هيرجع، لكن الاعتذار واجب على كل الشعب المصري، على من اول السيسي اللي راح زار واحده في المستشفى لغايه محلب لغايه محمد ابراهيم، المفروض يعتذروا لكم رسميا، زائد انهم يتصرفوا يقيلوا الناس المهمله، زائد انهم يعوضوكم تعويض كافي، مش اي كلام. ولاده دول اللي تيتموا في رقبتكم، في رقبه كل واحد فيكم. اتفضل يا استاذ ايهاب، قول الرساله اللي حضرتك عايز تقولها، اعتقد ان الناس كلها سامعاك. الو، اتفضل. انا سامعاك، الناس سامعاك. اتفضل يا استاذ ايهاب اكرم. هو لو شخص عنده ضمير اصلا، لو شخص، لو انا مكانه وشخص عنده ضمير كنت قدمت استقالتي، لكن دول اللي دول مجانين بعظمه السلطه، عاوزين الكرسي وبس للاسف. للاسف. وعوض ربنا في ناس يعني مات الضمير عندها. للاسف. ربنا موجود. ربنا موجود، وانا واثقه ان ربنا اكيد، ربنا موجود اكيد هيكون، مش هتعرف تجيب حقنا، ربنا هيجيب حقنا، واثق في كده. صح، اكيد. وانا قلت في اول الحلقه ان ربنا هيرجع كل شيء لنصابه ولحقه، قلت يعني ان ربنا يستطيع. الايه كانت بتقول قال قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، لا يعثر عليك امر يا رب. وعشان كده كل واحد اهمل في حق اسره ايهاب او ايهاب وحياته، ربنا مش هيسيبه. ربنا يعزيكم يا استاذ اكرم، وبشكرك جدا على تواجد حضرتك معانا، وعزقنا لوالدك، لان انا عارفه قد ايه الصدمه على الزوجه وعلى الاب والام، ما حدش يتخيلها ان في ثانيه كده شاب ايهاب يتخطف زي ما اخوه قال، شمعة وانطفت، بس انطفت بسبب الإهمال. ما نرجعش نقول يعني هي حياته كده، حياته كده وده وقته، بس ربنا بيكشف من خلال حادث زي كده الناس اللي ما تستحقش انها تقعد على الكرسي ده. ربنا بيوضح من خلال حادث زي حادث إيهاب ان في ناس، مش عارفة اقول عنهم ايه، لكن بالمناسبة، بمناسبة اللقباط، المفروض ان انتخابات مجلس الشعب حسب ما قريت وسمعت انها على اخر السنة، والدولة كلها من صغيرها لكبيرها عارفين قيمة اصوات اللقباط، والدولة كلها بكل ما فيها عارفين تأثير صوت اللقباط. اللقباط صوتهم، كل صوت مننا غالي جدا على الدولة، كل صوت واحد على الدولة غالي. عشان كده هتلاقوا ناس كتيرة قوي بتتودد ليكم يا لقباط في الفترة القادمة، ناس كتير قوي بتحاول تتودد انها تخدمكم، ناس كتير قوي هتقول لكم انا هعمل وانا هسوي، حتى لو كانوا اقباط على فكره، لان انا اعرف في شخصيات هترشح نفسها من الاقباط، ممكن تكون بتخدم فعلا وممكن تكون لا تستحق انها تخدم. في ناس زي ما الاستاذ اكرم قال همهم الكرسي والسلطه، وفي ناس فعلا تستحق انها تكون في المكان ده عشان تخدم الشعب. احذروا جدا جدا من التعالب اللي جاي لكم بالثياب حملان في الفترة القادمة. احنا في شهر 10 وبيقال ان الانتخابات قبل اخر السنة، يعني ما قدمناش غير شهر ونص، شهرين. في الشهر ونص الشهرين دول هتشوفوا العجب عشان الناس توصل لمجلس الشعب.
هتشوفوا العجب يا اباط، هتشوفوا الناس قد ايه بتحاول توصل لكم وهتحاول تستميل وتستعطفكم وتتقرب منكم عشان تكسب اصواتكم. اهم حاجة في الفترة القادمة تحذروا جدا وتعرفوا كل واحد فعلا الشخص ده حياته اللي فاتت، مش الفترة اللي فاتت دي بس، حياته اللي فاتت كان فعلا بيخدم، كان فعلا قلبه عليكم، كان فعلا بيحب مصر، كان فعلا بيحب الشعب، كان فعلا عنده تفرقة عنصرية ولا لا؟ لو واحد مسلم وبيتودد لكم دلوقتي، عنده تفرقة ولا كله زي بعضه؟ بيجي يهنيكم في عيد القيامة، مش عيد الميلاد، بيجي يهنيكم في عيد القيامة ولا لا؟ بيتقرب منكم في اوقات معينة وفي وقت الشدة ما بتلاقوهوش ولا لا؟ حطوا قدام عينيكم نقط معينة للفترة اللي جاي، هو ده. ومهما كانت الضغوط والإغراءات هتلاقوا فلوس طلعت بالهبل تحاول تتودد إليكم بأي حاجة، مساعدات، وقوف جنبكم في مأزق، تسليف فلوس، مش عارفة ايه، من تحت لتحت. مش شرط هو نفسه، مش شرط الشخص اللي هيرشح نفسه، ممكن يكونوا أتباعه وأهله وعشيرته بيتوددوا إليكم عشان يوصلوا لكم. فخدوا بالكم، اوعوا تفرطوا في صوتكم إلا فعلا للإنسان اللي يستحق واللي انتوا حاسين ان هو يخدمكم، ان هو هيوصل صوتكم في مجلس الشعب، ان هو هيعرض مشاكلكم. مش واحد بتاع سلطة، مش واحد بيجري ورا المنصب والكرسي. الحاجة التانية قبل ما ادخل في الموضوعات المهمة، كتير قوي في كل الجرائم اللي تمت على الأقباط وخصوصا في موضوع البنات، اعتقد في ناس معينة مختصة بملف البنات، واكتر من 500 حالة بالاسم عندهم عشان خاطر بس الناس اللي بتتكلم. احنا لينا طلب واحد، وفي الجلسة اللي كان فيها الانبا الاسقف والكهنة وامير رمزي وايهاب رمزي مع وزير الداخلية، طلبوه بجلسات النصح والارشاد. وفي الجلسة دي وزير الداخلية قال حاجة غريبة جدا جدا، ولعبها بلعبة محترفة عشان عارف ان ده مش هيتم. اللعبة هي ايه بقى؟ انه طالب ان قداسة البابا توادرس وشيخ الازهر يكتبوا له جوابات انهم عايزين جلسات النصح والارشاد. عايزة اتخيل حضراتكم كل واحد يسأل نفسه ويقول هل فعلا شيخ الازهر هيكتب جواب يطالب وزير الداخلية بارجاع جلسات النصح والارشاد؟ جاوبوا انتوا بنفسكم. وليه يفضل الملف القبطي في ايد وزارة الداخلية؟ هتقولي دولة في العالم، دولة في العالم بتاخد تصريح بناء كنايس عن طريق وزارة الداخلية، او تصليح حنفية مية عن طريق وزارة الداخلية، حنفية، حنفية دورة مية، المية فيها سايبة والحنفية بايظة والسور مهدوم وسهل جدا الغوغائيين دول ينطوا على الاماكن سواء دير او كنيسة. ما بناخدش التصريح الا من وزارة الداخلية. اخر مرة انا قلت بقى برضو في حلقة من حلقتين ثلاثة، شيخ الازهر قال ان احنا ما عندناش مانع ابدا لبناء الكنائس، ده عادي، ده من حقكم بشرط موافقة الامن. يعني ايه بشرط موافقة الامن؟ والإجابة على السؤال ده يوضح هل شيخ الأزهر هيبعت جواب لوزير الداخلية يطالبه بعودة جلسات النصح والإرشاد؟ هل متخيلين ده هيحصل؟ طبعا مليون في المية لا.
انا اللي بقول مليون في المية مش هيحصل، وبالتالي جلسات النصح والارشاد هتفضل محلك سر، مش هتتم بسبب ان مفيش جواب هيجي من الازهر، وبسبب ان وزير الداخلية عارف ان مفيش جواب هيجي من الازهر. كل ما هيتحججوا هيقولوا لك ما الجواب لسه ما وصلش، فبالتالي جلسات النصح والارشاد مش هتتم. طب وبعدين انتوا ليه اصلا مخلينه في ايد الداخلية؟ اصلا من الموضوع ليه مخلينه في ايد الداخلية؟ ده طلب لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء وللرئيس السيسي. ملف الاقباط وملف الكنايس وملف كل حاجة خاصة بالاقباط تتسحب من يد وزارة الداخلية، ده الطلب الاساسي، ثم عودة جلسات النصح والارشاد. لما هتخرج من ايد وزارة الداخلية هترجع جلسات النصح والارشاد. اللي وقف جلسات النصح والارشاد كان وزير الداخلية حبيب العدلي، ويوم ما وقفها، بعد اذنك يا استاذ مرجان اكمل النقطة دي بس، ويوم ما وقفها ما اخدش رأي قداسة البابا شنودة الله ينيح روحه، وما اخدش رأي وزارة الازهر. يمكن يكون خد رأي الازهر وقال له اه وقفها، لكن ما خدش رأي قداسة البابا. لما وزير الداخلية وقفها ما استشارش الاتنين دول، هفترض الاتنين ما خدش رأيهم. بالتالي اشمعنى عودتها عايز تاخد رأيهم؟ اشمعنى دلوقتي؟ عشان ترجعها يوم ما اتلغت، اتلغت بقرار وزير الداخلية اللي هو البي العدلي، وعودتها المفروض ترجع بقرار من وزير الداخلية، لان في الاول ما اتخذش رايه يبقى في الاخر ما يتخذش رايه. يا وزير الداخليه وصلتك الرساله ولا لسه؟ استاذ مرجان اهلا وسهلا بحضرتك. سلام المسيح يا استاذ انا، معلش سلام ونعم لي اواطي لان عندي دور رهيب بقالي 3 ايام ولسه طالع من المستشفى يعني. الف سلامه يعني. ليك الف سلامه ليك ولصوتك. الله يسلمك، لان صوتك يهمنا. اه تعيشي. انت لسه يا استاذه ناليا بتتشاهدي او بتنطقي بتقولي كلمه وزير الداخليه هذا الكذاب اللي لسه في الموضوع بتاع اسمها ايه الاخت اللي هي ايمان مرقص من المنيا. انا ما فتحتش موضوع ايمان بعد اذنك يا استاذ مرجان، ما فتحتهوش لان انا بحترم كنيستنا وبحترم وجهة نظرها، لان هم نزلوا بيان وقالوا ان ما حدش يتكلم في موضوعها، فاحتراما مني لشخصيات الكنسيه فانا مش هو يبقى هو كده احنا كده بندلس بقى على نفسنا. لا لا هو لا ده الموضوع ده ما نفتحش فيه، ما انا مش عايز اتكلم فيه، كنت انا بس بقول اسمها اتفضل. لانه طلع هو على محطات الهوا كلها الاعلاميه وقال انها اسلمت، طلعت الست وقالت انا مسيحيه. ازاي بعد كده تقولي لي انت خليتيني انفعل دلوقتي، ازاي بعد كده تقولي لي الكنيسه قالت ما تفتح ما افتحوش؟ يعني ايه يعني اسيبه يعمل كل يوم والتاني اللي وزير الداخليه كما يتراءى له في خطف بناتنا ودفع الجزيه زي ما بتقولي؟ طب تسمح لي ارد عليك يا استاذ مرجان؟ اتفضلي. اولا هعتبر اي حاجه حصلت من وزير الداخليه، هقول لك تقريبا اللي حصل يا جماعه، وطبعا سيبك من ال 15 يوم لان هو بيقول ايه من 15 يوم اسلم، فهو اتصل، انا هتخيل السيناريو ده حصل، اتصل بالازهر وقال لهم في واحده باسم كذا كذا جت اسلمت ولا لا؟ قالوا له ايوه، وشهاده اشهار الاسلام ايه. وزير الداخليه لما طلع وقال انها اسلمت بناء على هذه الرساله ان هي فعلا اسلمت وشهدت اشهارها ايه، يعني هو نقل الخبر فقط لا غير. لا 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 ده كلام ما انت تقبليه وتقوليه، انا ما اقبلوش ده كلام دفاعا عنه. الموضوع انتهى عشان الكنيسه زي ما بتقولي؟ لا 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 لا، مفيش وزير داخليه يتكلم في التليفون ويطلع يقول كلام من غير ما يشوف مواقع. الله يخليك يا انت صحفيه يعني على العالم كله يعرفك، فما فيش داعي تتكلمي الكلام اللي زي ما نو. المهم ما علينا، المعلم الخاين ده مش هنتكلم عليه عشان الكنيسه. طب انا عندي حاجه تانية مهمه جدا، اتفضل. ويا ريتك
برضو مش هذكر اسماء عشان الكنيسة. نشكر الله على انتهاء ازمة جبل الطير. اوكي. انتهاء ازمة. اللي بيقول الكلام ده انتهاء ازمة. وننتظر شق التحقيقات. طب اهو. يعني بيتكلموا بيقولوا عايزين انتهاءات وتعويض المتضررين في هذا الموضوع. هو ده اللي يهمني تعويض المتضررين. نو انا ما يهمنيش التعويض. انا تفضحني وتصورها لي مثلا يعني وتبهدل لي البت وتقولي لي 1000 و2000 نو انت هتعملي لي زي الراجل اللي يجيب البت وما يعرفش بنته ساكنه فين. جرالك ايه يا استاذه ناديه؟ طيب تعويض ايه اللي مورجان يا استاذ مورجان يا استاذ مورجان احنا نقطه نقطه ندخل في المواضيع. طيب ندخل في المواضيع عشان ما نخلطش المواضيع على بعضها عشان ما ندخلش في جدل. كلمة هنا الجدل واحد. نشكر الله على انتهاء الأزمة. طب هنشكر ربنا على الأزمة. هذه اللي أنا عايز أتكلم فيها. هنشكره على انتهاء الأزمة دي والأزمات اللي قبل كده واللي قبل كده. أزمات بقى مش خط بناته بس. أزمات حرق الكنائس وأزمات مسبيرو وأزمات الأديرة. هنفضل نشكر ربنا على أزمات. لا طبعا لا طبعا اهو. وبمناسبه بمناسبه ماسبيرو اتمنى ان انت تشوف حلقه الاسبوع الجاي باذن ربنا وربنا يديك الصحه والقدره والقوه على انك تكون موجود وتشاهد حلقه الاسبوع الجاي لان في حلقه الاسبوع الجاي هكشف النقاب او هكشف المستور عن شخصيتين معينين. نقطه ثانيه في اقل من دقيقه وهقفل معاكي عشان موضوعك. بيقول ننتظر شق التحقيقات. طب عشان خاطر المسيح امتى جالنا حقوق ولادنا واين هي حقوق اولادنا اولاد الكشح؟ اين حقوق شهداء بتوع ماسبيرو؟ اين حقوق ايه اللي بنتكلم عليها لما يطلع لي اي حد ايا كان؟ انا مش عايز اقول اسماء. بقالنا 20 سنه ما جالناش حق ولا حق. كيرجس بارومي لسه مظلوم. صح صح كل اللي انت بتقوله صح انا موافقاك. يبقى انا لما اطلع واحد اسمع الكلام ده عشان خاطر ربنا انت هتنقطونا كده بالطريقه دي؟ انا ما علينا اسيب لك البرنامج لان كده ده انفعال. الواحد بيسمع الحاجات دي بصراحه بيصعب علينا. كل اخت وام وابن اتقتل زي اللي اتقتل ده الشمعه اللي اتخطفت ده وايه؟ ده ونطلع نقول ايه؟ انا ما اعرفش نطلع نقول ايه؟ نروح فين؟ لا ما نروح فين؟ انا ما قلتلكش نسكت يا استاذ مرجان. انا ما قلتلكش ان احنا نسكت. مش انا ولا انت. ما هو المشكله مش انا ولا انت. في كبيره ناس كبيره قاعده وساكته. لا لا عشان تبقى حضرتك عارف صدقني وربنا العالم اتصالات امبارح كانت قد ايه مع ناس معينه عشان الكل بيقول ان احنا مش هنسكت والكل بيقول ان احنا خطوة بخطوة ورا كل حاجة بتحصل. يا أستاذة نادية لما يكون في أحداث ماسبيرو أحداث ماسبيرو واحد من المحامين هيكون أوكي لما بيكون في أب وأم وعندهم عيلين ثلاثة وحصلت مشكلة معاهم أول ناس قبل رئيس الجمهورية وقبل الوزير بتاع الداخلية الكذاب ده وقبل ده وقبل ده الأم أو الأب هم اللي بياكلوا نفسهم عشان ولادهم. صح صح. انا مش شايف دي وما اعتقدش اني هشوفها. شكرا يا اختي نادية. على مين يا استاذ مرجان؟ ده المعذر. انا مش مهم. انا قلت لك انا مش هقول اسماء. اوكي. عشان احتراما لاسمك ولقناتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. تعيش. اشكرك يا استاذ مرجان. حقيقي لو فضلت اقول من هنا لغاية بكرة من هنا لغاية الحلقة بتاعت الأسبوع الجاي بإذن ربنا لو كان ليا عمر على البلاوي اللي حصلت للأقباط وإن مفيش حق واحد من حقوق الأقباط اتاخد مش هيكفي. لو رصدت الحالات اللي عندي ورصدت الأسماء وكل جريمة تمت وكل انتهاك لحق إنسان مش هيكفي. لو رصدت أخطاء الداخلية أخطاء الدولة أخطاء كل إنسان مسؤول عن اللي حصل لنا مش هيكفي. عشان كده الكل عارف إن أنا بقول مش هنسكت
والكل عارف ان انا بقول ان انا ما بخافش ومش هسكت، بدليل ان انا اتفقت مع اكتر من شخصية الاسبوع الجاي باذن ربنا عشان اعرف تطورات احداث مذبحة ماسبيرو حصل فيها ايه، وعشان اقول ان المجلس العسكري اللي في وجهة نظري واتمنى اكون على حق صح ان هو المسؤول المسؤولية الكاملة، ولابد من محاكمة طنطاوي وعنان وكل المجلس العسكري عن اللي حصل لمذبحة ماسبيرو. البني ادمين اللي باذن ربنا يكون الاسبوع الجاي هيقولوا لنا تطورات الاحداث حصل فيها ايه، هيقولوا لنا الجريمه وصلت لفين والتحقيقات وصلت لفين، هيقولوا لنا اذا كان فعلا طنطاوي هيدخل للتحقيقات هو وعنان ولا لا. كل دي هاجلها للاسبوع الجاي، عشان كده انا مش من النوع اللي بيجيب موضوع ويقول ان انا هسكت او يعرض الموضوع ويطنش عن متابعته. في مش هقول على حد معين، لكن في ناس كتير تعرض الموضوع وخلاص الموضوع انتهى. انا بالنسبة لي المتابعة اهم من عرض الموضوع. يعني في كل سنة، يعني الشهر الجاي بإذن ربنا موضوع جرجس بارومي في آخر الشهر الجاي، حلقة تبقى خاصة عن جرجس بارومي، وتبقى يا ترى برضو هذا المتهم المظلوم الداخلية واقفة محلك سر، لأن القاضي أصدر قراره، لأن التحقيقات أثبتت إنها ملفقة، لأن الأدلة الموضوعة كلها مزورة، لأن الشخصيات وراها ناس هي اللي واقفة وراها. كل ده ما ينفعش، ما ينفعش في الوقت الحالي اللي احنا فيه، اللي دفعنا فيه التمن زي ما بقول مليون مرة، دفعنا تمن مصر، مفيش حد دفع التمن قدنا، مفيش حد فعلا اندبح قدنا. عشان كده كل الجرائم اللي ضدنا دي كلها لازم يتفتح الملف بتاعها، والجريمة بالتقادم ما بتخلص، ما بتسقطش. يعني اعتقد لو جرجس بارومي، لو في شخصية من القضاء، شخصية نزيهة، شخصية مصرية أصيلة وعارفة التلاعب اللي تم في الموضوع كله، اعتقد ان لسه في ناس شريفة، واتمنى ان يكون هذا الانسان الشريف لسه على قيد الحياة، ما ماتش زي بقية الضمائر اللي ماتت، يدخل ويقدم بأي طريقة قانونية، انا ما افهمش في القانون قوي، يدخل بأي طريقة قانونية يفتح هذا الملف تاني ويتابع الاحداث تاني، والغول يدخل السجن تاني. اذا كان احمد عز راح زار الغول عشان يدعمه في اللي حصل، احمد عز تم تبرئته في جرائم كتير، والغول مازال حر طليق. هي دي مصر بقى دلوقتي، عشان كده ده كله ما ينفعش السكوت عليه. انا لما بتكلم ما بتكلمش دايما عن اللقبات فقط، ويمكن صرخة ألم خاصة بكل إنسان مظلوم، كل إنسان حقه منتهك. لو كنت اتكلمت عن إيهاب دلوقتي، في إنسانة المفروض امبارح أو أول امبارح بتاريخ الشرق الأوسط، أول امبارح اتقتلت في العراق لأنها كانت بتدافع عن المظلوم، لأنها رفضت هذا الإجرام على شعب بلدها، لأنها علت صوتها وقالت إن دول غوغاء ودول ناس بربريين اللي هم داعش طبعا. ما كان منهم غير إنهم أخدوها وعذبوها، والمفروض أتمنى من مخرجنا يحط لنا سميرة صالح علي النعيمي. والشخصية دي، سميرة صالح علي النعيمي دي ناشطة حقوقية، والمفروض إنها في ميدان عام جابوها واطلقوا عليها الرصاص، خطفوها وقعدت عندهم فتره، عذبوها علشان يعني يتم استتابتها، لو انا بنطق غلط يعني تتوب بالصح، انها تقدم التوبه ليهم، لانها قالت عليهم انهم غوغاء، ولانها قالت عليهم ان دول اللي بيعملوه ده شغل بربري، لانها قالت ان اللي بيحصل لشعبها ما ينفعش السكوت عليه. بعد ما قتلوها ودوا جثتها لأهلها، أهلها شافوا على جسدها تعذيب،
فبيسألوهم انتوا خدتوها عشان خاطر تعملوا فيها التعذيب ده كله، وبعدين في الاخر في ميدان عام رميا بالرصاص يكفروها وبعدين يقتلوها؟ عارفين داعش قالت ايه؟ قالت ان احنا كنا بنضربها وبنعذبها عشان تقدم التوبة، ولانها رفضت التوبة عن كلامها كنا بنعذبها، يعني الاثار اللي على جسمها كانت بسبب انهم بيضربوها ويعذبوها عشان تقول انا تبت. لكن لانها انسانة شريفة وشايفة ان اللي بيعملوه هؤلاء الارهابيين في حق اخواتها وشعبها ما ينفعش السكوت عليه، تحملت التعذيب عشان هي مقتنعة وواثقة ان اللي هم بيعملوه ده شغل ارهاب، وان اللي بيعملوه ده ملوش علاقة بالدين، هي بتقول كده، وعشان كده رفضت التوبة، قالت لا انا مصرة على كلامي. وما كان منهم غير هؤلاء الارهابيين انهم يحكموا عليها بالتكفير وفي ميدان عام يطلقوا عليها الرصاص، بقت في نظرهم كافرة. عارفين سميرة كان كل شغلها ايه؟ اولا هي كانت محامية، كانت متخصصة في الدفاع عن المظلوم الفقير، الفقير ما بتاخدش منه فلوس، كانت بتروح تزور الأيتام والأرامل وتساعدهم، يعني شخصية محترمة وما عجبهاش الكلام. لكن الإرهابيين ما ينفعش معاهم الكلام ده، ما ينفعش ان يسيبوا بني أدمة حتى لو اختلفوا في الرأي، دول إرهابيين، حتى لو اختلفوا في الرأي انها عشان تساعد الأيتام والأرامل. المعتقلين في السجون الأمريكية كانت هي بتدافع عنهم بدون أجر، كانت بتروح لأهاليهم وتاخد منهم توكيلات إنها تدافع عنهم قبل ما الجيش الأمريكي يترك العراق المفروض، يعني في 2011. يعني شخصية وطنية اجتماعية طيبة فاهمة يعني إيه إنسان، لكن ملهاش مكان في الزمن ده، ملهاش مكان انها تعيش طول ما في ارهابيين والعالم واقف بيتفرج. برضو اوعوا تفتكروا، او انا عن نفسي مش مقتنعة بكل الناس اللي بيتقال على وسائل الاعلام ان امريكا وبعض الدول بتضرب داعش. اذا كانت هي من صنعة يديهم فمستحيل لو انا خلفت اب ان انا اللي هقتله بايدي، هم اللي خلقوهم او هم اللي انشأوهم، فمش ممكن بعد ده كله اروح اقتلهم بايدي. حتى لو هم شافوا جرائمهم فاقت الحد وعارفين مين اللي بيمولهم وعارفين مين اللي بيديهم السلاح وعارفين هم فين، عارفين كل حاجة عنهم بمخابراتهم، ومع ذلك بشوية طيارات يقولوا انها بدون طيار، او حتى بالطائرة الطيارة الاماراتية اللي بتقول وسائل الإعلام إن هي اللي بتقصف أماكن داعش. الإمارات لو هي بعتت الطيارة بتاعتهم اللي هي الست الطيارة عشان تقصف الإرهابيين، بالأولى إنها تبعت طيارة مش للعراق، لأن الإرهابيين موجودين جنبها على طول جنب البيت بتاعهم، اللي بيمولوا هؤلاء الإرهابيين موجودين جنبهم، وتركيا وقطر واسرائيل وامريكا و500 دولة. فبالاولى ما نضحكش على الناس ونقول انهم بيقتلوهم او بيبيدوهم، والجرائم دي كل يوم والتاني عمالة تزداد. يعني لو هم بيقصفوا زي ما بيقولوا اماكن داعش ما كانتش سميرة اتقتلت اول امبارح، لان اللي قتلوها هم القيادات الارهابية لداعش. اذا القيادات الارهابية لسه عايشة، اذا المفروض لما يضحكوا على الناس انهم بيقصفوا الاماكن دي، ادي عينه لسه اول امبارح اتقتلت بايادي هؤلاء الارهابيين اللي انتوا بتقولوا ان احنا بنقتلهم. دي حاجه. الحاجه المهمه كمان بيضحكوا على الناس برضو بكل الطرق وبيقولوا انهم حاجه ويجيبوا العكس بتاعها. في رئيسة الأرجنتين عجبتني جدا جدا الكلام اللي قالته، موجهة هذا الكلام لكل قيادات العالم. على فكرة
مش أمريكا بس هي اللي بتدعم الإرهاب، أي دولة أوروبية، أي دولة أجنبية بتطبطب على هؤلاء الإرهابيين وفتح لها بيوتهم وفتح بلادهم ليهم يبقى هي مشتركة في الجريمة. أي دولة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كلهم مشتركين في الجريمة، لأنها لسه مخلية الإرهابيين عندهم في بلدهم بحجة أنهم بني أدمين وهم عارفين أنهم مش بني أدمين. بريطانيا اتلسعت أكتر من لسعة منهم ومع ذلك لسه بتطبطب عليهم. فرنسا، أسبانيا دوروا على كل القطر والأندر جراوند وكل الإرهاب، الضابط أو الجندي اللي اتقتل في وضح النهار الساعة 12 الظهر في شوارع بريطانيا اللي عملنا عنه حلقة، كل دول هم عارفين الإرهابيين فين وموجودين فين ومع ذلك ما خلينا. لو قدروا يلموا هذه الحشرات الضارة ويقبضوا عليهم، لأن كاميرون قال لما يكون في اعتداء على البلد ما تطالبونيش ولا تسألوني عن حقوق الإنسان. هو ده الصح، في اعتداء على الدولة ما تطالبونيش بحقوق الإنسان، دول مش بني أدمين، دول مش حقوق إنسان. عشان كده انتظروا أكتر وأكتر وافتكروا هيحصل حاجات تانية كتير قوي طول ما هذه الحشرات الضارة وهؤلاء الإرهابيين موجودين في الدول الأوروبية. أكتر من مرة هؤلاء الإرهابيين قالوا إن إحنا هندمر أمريكا، بريطانيا، أي حد. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمود أنا عندي كم نقطة لو سمحتي، إذا بتحب تسجليهم وترد علي، وإذا شايف إنه مش مهمين ممكن الناس ترد علي أو أصحاب الشأن بيردوا علي. اتفضل. أسئلتي في عقل البسيط لو سمحتي لي. أول شيء بالنسبة للسيدة تبعت جبل الطير، بعد ما ظهرت بنفسها على الإعلام وسمحت بنفسها إنها تتكلم، بعتقد إنه المنع أو التعتيم أو الطلب من الكنيسة بعدم النشر أو التنويه على قصتها، اعتقد انها وكانها سبقة من وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء طلبت الى الكنيسة لان تنسب لكل الاجهزة الاعلامية القبطية والاقباط انهم ما يتحدثوا فيها لانها فيها احراج كبير لاجهزة الامن ووزير الداخلية ورئيس الوزراء. وبالمناسبة عايز اهني وزير الداخلية ورئيس الوزراء بسفرهم للحج، وان شاء الله تكون حجة ميمونة، بس على قولة المثل بقول انه بروح شكوش وبيرجع منشار. أتمنى أنهم يرجعوا لا شكوش ولا منشار، يرجعوا مواطنين كويسين. هذه واحدة. الثانية بالنسبة للإعلام العربي، للإعلام كأنهم بيرفعوا دولة وبينزلوا دولة، والغريب والمحزن أنه كل إعلامنا العربي لحد الآن ووزراء الإعلام العرب لا يستطيعوا أنهم يتفوهوا بكلمة واحدة عن مفاعل إسرائيل النووي وأسلحة الدمار الشامل الموجودة عند إسرائيل. هاي واحدة. الثانية، الإعلام العربي أضعف وأغبى من أنه يسلط الضوء على أي قضية قومية بتمس حياة المواطن وكبرياءه، لأنه جحل المواطن العربي بدون كبرياء وبدون كرامة وخلوا له شهامته مؤجرة بالأجار مثل ما جيوشنا والشرطة تبعنا مؤجرين بالأجار. هاي واحدة. تنتين برضو سؤالي لحضرتك في موضوع الأحزاب الدينية وخصوصا السلفيين اللي هم على المذهب الوهابي اللي هو المذهب الداعشي اللي بيحدث في العراق وفي سوريا. الآن وإحنا قريبين على الانتخابات البرلمانية في مصر، ولحد الآن ما شفنا تهذيب أو تجديد للأحزاب الدينية وخصوصا السلفية، هذا اللي بخوفنا، إلا إذا كان الحزب السلفي أو الأحزاب السلفية في مصر ثمنها غالي بالمليارات اللي دفعتها السعودية. هذه واحدة. سنتين، أنا عندي تحية بدي أبعثها بالتهنئة في العيد الأضحى لسيادة الرئيس السيسي من أطفال وحرائر سوريا، ببعثوا لك التحية، والنساء السوريات المتزوجين مصريين والمصريين المتزوجين سوريات مش عارفين وين يعملوا التصديقات لأن السفارة مغلقة. يا سيادة الرئيس كل عام وانت بخير، وما زالت السفارة الإسرائيلية والقطرية موجودة والسفارة الأمريكية موجودة،
بس يا عيب ان السوريين طلعوا كلهم مش انسانيين، لها سبب سفارتهم مش موجوده. كل عام وانت بخير يا سياده الرئيس السيسي من سوريا، نبعث لك هاي التحيه من اطفال سوريا قبل ما تقتلهم تركيا، وبوجودك بالحلف الدولي. كل عام وانت بخير يا سياده الرئيس السيسي. متى ممكن يروحوا يصدقوا الشهادات؟ لانه اصبحوا كمان حتى المواطنين مهجرين مش عارفين. بعدين بدنا نبعث برضو تحيه من خلالك لكل الطيارين العرب الشهماء اللي انتفضوا للدفاع عن حقوق ومصالح وكرامه امريكا. بنبعث لهم تحيه من اطفال فلسطين واطفال غزه بيسلموا عليكم. وكم واحد فيكم عنده نشان وعنده ميداليه بانه طلع بطيارته ودمر تل ابيب؟ بعدين عندنا كمان سؤال ثاني للملك عبد الله بن حسين وعبد الله ال سعود الوصيين على الحرمين وعلى الديار المقدسه، الوصي عبد الله بن حسين، وين خالد الدقامسه والاسرائيليين اللي اعتدوا على القاضي الاردني قبل 3 شهور وما وجدنا الجيش والطيران الاردني طلع وقصف تل ابيب؟ نسمع هذا الرد من السفاره الاردنيه بواشنطن. متى راح ممكن تحرر الاقصى بعد ما ان الاقصى انتهى على ايديكم؟ كل عام وانتم بخير يا وطن عربي، كل عام وانتم بخير للحجاج اللي رايحين مش عارفين ربهم وين. نسمع رايكم. اشكرك وشكرا لكم. بشكرك جدا، حضرتك اثرت اكثر من نقطه مهمه جدا. هرد على حضرتك باللي قريته مش برايي، لان رايي بيختلف عن اللي قريته. اسلحه اسرائيل اسلحه الدمار الشامل، بيقال انهم حمل في وسط ديابه، ده المفروض يعني، هي مش حمل ولا حاجه، هي ديب في وسط ديابه برضو، بس ديب واحد ومحوطنها مجموعه ديابه، فعشان كده هي بتقول انها بتحمي نفسها لانها في وسط ديابه. ده المفروض، مش ده المفروض الحل يعني، ان انا في وسط ديابه فلازم احمي نفسي باسلحه نوويه. لكن لما اكيد حضرتك عارف ان ايران هددت اسرائيل اكتر من مره انها هتنفيها من الوجود، وطبعا ده كلام في الهوى، فعشان كده هي بتقول ان انا بحمي نفسي مثلا من ايران اللي بتهددني، ان انا عندي زيها. الاعلام العربي للاسف زي ما حضرتك بتقول بيغمض العين كمان عن حاجات كتيره قوي. يعني كنت اتمنى الاعلام حتى المصري يركز الضوء على حاجات كتير جوه مصر، لكن هما كل الحكايه برنامجين ثلاثه اللي موجودين على الساحه اللي بيتكلموا، لكن مفيش حد فيهم حقاني بمعنى حقاني، مفيش حد فيهم بيسلط الضوء على مشاكل المصريين عامه، يعني يساوي ما بين مشاكل المصريين مسلمين ومسيحيين. هتلاقي واحد بس وبيتكلم مش بالحق، او اتنين وبيتكلموا مش بالحق، ما بيعرضوش القضية فعلا بكل بلاويها، لكن بيعرضوا حاجات حسب رؤيتهم هم. الاحزاب الدينية اعتقد ان هم مأجلين انتخابات مجلس الشعب لاخر السنة، لان اعتقد ان المحكمة هتحكم، هي تأجلت، هي كانت في شهر 6 وبعدها تأجلت مش عارفة الامتى والامتى، بس المهم انها اعتقد في شهر 11 رد المحكمة على الطلبات بإلغاء الأحزاب الدينية. عشان كده هم مستنيين قرار المحكمة بخصوص الأحزاب الدينية وبعديها يعملوا انتخابات مجلس الشعب عشان هذه الأحزاب ما تدخلش في انتخابات مجلس الشعب. السفارة السورية للأسف الشديد مش عارفة ليه حتى الآن برضو الرئيس السيسي ما فتحهاش، لان ده شعب اعتقد المصريين كله الشرفاء فقط هم اللي بيحبوا الشعب السوري ورئيسهم، لكن الاهل والعشيرة بيكرهوا الشعب السوري ورئيسهم لانهم مش تحت الطوع، لانهم مش الاهل والعشيرة تبعهم. فعشان كده مش عارفة ليه حتى الان الرئيس السيسي لم يأمر بفتح السفارة السورية، واتمنى يكون صوت حضرتك وصل له اكتر من مره ان السفاره السوريه ليه حتى الان يا رئيسنا مقفوله ومفيش لينا سفير وملهمش سفير عندنا. نرجع لرئيس الارجنتين بمناسبه كلام استاذ محمود.
لو حضرتك اثرت اكتر من موضوع يا استاذ محمود، رئيسة الوزراء او رئيسة الارجنتين، سوري رئيسة الارجنتين قالت لهم، داست على كل الجروح بتاعتهم، داست على الكذابين وقالت لهم انت كذاب في عينيهم، اظهرت بلاويهم على الملأ، صوتها وصل لكل انحاء العالم، انتوا كذبتوا وكذابين في كذا وكذا وكذا. حقيقي الفيديو ده وكلامها جدا عجبني، شجاعتها في الامم المتحده، عجبني انها ما خافتش من حد معين، عجبني انها قالت للاعور انت اعور في عينه وللغوله انت غوله في عينيها. فعشان كده تستحق ان احنا نشاهد هذا الفيديو، نشوف الفيديو رئيسه الارجنتين وكلامها لكل رؤساء العالم وللامم المتحده خاصه. شوف الفيديو. تفردت في سماء الأمم المتحدة امرأة ولا كل الرجال من الحكام العرب، شجاعة وجرأة في قول الحق لم نرها في حكام أقل ما يمكن وصفهم بمستعربين يدعون الإسلام. كريستينا فرنانديز دي كيرشنر رئيسة الأرجنتين، يبدو أن وقع كلامها لم تحتمله أصحاب قنوات الظلام والكذب وقلب الحقائق، مضطرهم لقطع البث المباشر خلالها وإلغاء الترجمة. ما جاء في كلمة الرئيسة الأرجنتينية؟ اجتمعنا منذ عام وكنتم تعتبرون نظام الأسد إرهابي، وكنتم تدعمون المعارضة الذين كنا نعتبرهم ثوار، واليوم نجتمع للجم الثوار الذين تبين فيما بعد أنهم إرهابيون، ومعظمهم تدرج في التنظيمات الإرهابية وانتقل من المتشدد إلى الأكثر تشددا. تم إدراج حزب الله في وقت سابق ضمن قائمة الإرهاب، وتبين فيما بعد أنه حزب كبير ومعترف به في لبنان. اتهمتم إيران على خلفية الانفجار الذي طال السفارة الإسرائيلية في بونس آيرس عام 94، ولم تثبت التحقيقات من قبلنا تورط إيران بهذا الانفجار. أصدرتم قرار محاربة القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر، واستبيحت بلاد وقتل أهلها تحت هذا العذر مثل العراق وأفغانستان، وما زالت هاتان الدولتان تعانيان من الإرهاب بالدرجة الأولى. رحبتم بالربيع العربي وعممتموه في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وأوصلتم الإسلام المتشدد للحكم في هذه البلدان بقراراتكم ومباركتكم، وما زالت شعوب تلك الدول تعاني من وصول المتشددين الإسلاميين إلى الحكم والعبث بحريات المواطنين هناك. اتضح من خلال القصف على غزة فداحة الكارثة التي ارتكبتها إسرائيل وموت العديد من الضحايا الفلسطينيين، بينما اهتممتم بالصواريخ التي سقطت على إسرائيل والتي لم تؤثر أو تحدث خسائر فيها. اليوم نجتمع هنا لإصدار قرار دولي حول تجريم تنظيم داعش ومحاربتها، وداعش مدعومة من قبل دول معروفة أنتم تعرفونها أكثر من غيركم، وهي حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس الأمن. من أين تأخذ داعش والقاعدة أسلحتها؟ إن مقاتلي الحرية بالأمس هم إرهابيو اليوم. رئيسة دولة غربية تشهد الحق وتشهره وتسمي الأشياء بمسمياتها وتؤكد رياء ما أسموه ربيعا وثوار، بينما تشارك طيارة عربية إماراتية في قصف بواقع داعش الإرهابي في سوريا، معلنة أنها مع ما أسمته ثورة سورية. كريستينا فرنانديز، لك ترفع القبعات ولك تنحني الرؤوس، وعار على كل حكام العرب المطور. زي ما حضراتكم شايفين، مقاتلي الحرية بالأمس هم إرهابي اليوم. كل الأحداث قالتها بالكلمة، حزب الله، داعش، مين اللي بيمولهم، مين اللي بيديهم الأسلحة، إسرائيل، إيران، جابت كله ست زي ما بيقولوا التقرير، بمليون راجل، ست بمليون رئيس، قالت لهم كل بلاويه. أستاذ جورج من نيويورك، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا مدام نادي، أهلا بيك، اتفضل. أنا متضامن وموافق على كل كلمة قالها الأخ الفاضل اللي كان بيتكلم، واضح إن هو سوري من اللهجة بتاعته. وهو معاه حق 100%، فعلا كان المفروض بقى مصر يبقى لها علاقات مع تركيا وقطر، وما كانش علاقات مع سوريا. حاجة مضحكة ومخزية في نفس الوقت. صح. أنا بوجه برضه نداء للرئيس السيسي بإعادة العلاقات فورا مع سوريا، وقطع العلاقات مع تركيا ومع قطر، وإذا أمكن مع أي حد يتضامن معاهم كمان.
احنا ساكتين لسجن مستنيين لما نشوف هو ابتدى يشتغل جامد جوه البلد، ولسه برضه لغايه الوقت السلفيين موجودين، ولسه لغايه الوقت السيستم ما اتغيرش، وفي خلايا اخوان نايمين كتير، احنا مستنيين بس عليه شويه لغايه ما يفوق. لكن اكيد هيبان كل حاجه خلال 3 4 شهور. احنا مش ناسيين له ان هو ازاح الغمه اللي كانت هتيجي على مصر، هو انقذ مصر، بس ما تنقذهاش وتسيبها تاني تضيع، لازم يشتغل. اقول ايه، ربنا موجود ومتشكل الفرصه دي، ويا رب ترجع العلاقات مع سوريا ويرجع شعب سوريا البلد يا رب. امين يا رب، امين. بشكرك جدا يا استاذ جورج. المفروض ان كان في لقاء مع رئيس الوزراء بتاعنا محلب على احدى القنوات الفضائيه، وسئل عن موضوع تركيا والكلام اللي قاله قرد غان، وكان رد فعل رئيس وزرائنا ان احنا مش بنتعامل مع الشخصيات، احنا بنتعامل مع الدولة، بنتعامل. ولاحظ فيما بعد ان الحزب بتاعهم وحكومته ابتدت تلطف الجو، وابتدت تدين اردوغان، وابتدت تبين ان هو وحش وزي الزفت، وان شعبه مش راضي عنه. ما معناها ان هذا الانسان المفروض بقى يتاخد موقف من حكومته نفسها عنه هو شخصيا، لان اللي هو بيعمله ده بيسيء للشعب التركي وبيسيء للحكومة التركية. لكن هم كحكومة وكدولة عرفوا وفهموا ان هو غلطان بس لم يعتذروا. فهو قال، محلب قال ان احنا لينا مصالح شخصية، مش شخص كشخص، مصالح الدولة المصرية، لان في علاقات ما بين الدولة التركية وما بين الشعب التركي والشعب المصري، في عمال لينا في تركيا وفي عمال ليهم عندنا. ما معنى كلامه ان هو مش عايز يقفل الباب امام مصدر رزق لولادنا وولادهم، لكن لازم يكون بما معناها قال ان القافلة تسير والكلاب تعوي، بس هو ما قالهاش بكده. يعني هو يقول اللي هو عايز يقوله، يعمل اللي عايز يعمله، بس هو ظهر هو ايه، والشعب المصري او الدولة المصرية ظهرت هي ايه. بشكر حضرتك جدا يا استاذ جورج. دي رئيسة وزراء او رئيسة الارجنتين. في حاجة بمناسبة بقى الارتداد على سميرة صالح، عايزة اوري حضراتكم، لان هم حكموا عليها انها مرتدة او انها تم تكفيرها، يعني انها بقت كفرة وعشان كده قتلوها بالرصاص. في مصر اي واحد بيروح للاسلام وحب يرجع بيتهم ان هو مرتد ويتقتل حد الردة. المفروض ان هم عارفين كده كويس قوي، عشان كده بيلعبوا على الوتر ده مع اي حد، بيقولوا له خلاص اهلك عرفوا انت خلاص، لو رحت لهم هيقتلوك اي حد. وبعدين لما بيرجع يحاول يرجع يخوفوه بحد الردة، ان انت مادام دخلت الاسلام يبقى لازم هتتقتل لو رجعت. هوري لحضراتكم خديعة عشان اوريكم بيعملوا ايه معاهم. خديعة من احد الشيوخ، هو اللي بيقول بنفسه، بيحكي في القصة ان يهودي كان شارب للخمر جدا بس يا عيني مقتنع بالاسلام، وهو عارف هذا اليهودي ان الاسلام ما فيهوش خمر، عايز يدخل الاسلام بس مش قادر يبعد عن الخمر. فشوفوا ضحكوا عليه ازاي، وقدروا يحولوا له الاسلام ازاي، وقدروا يمنعوه من الخروج للاسلام ازاي. نشوف الفيديو بتاع هذا الشيخ. كنترول روم، الفيديو جاهز. عايزين نتوب الى الله، وعايزين ناخد بايدين الناس اللي لسه ما تابوش ونشفق عليهم. بالله عليك ابوس ايدك، مش عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالاطباء اللي بيخاف او الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه، وتحاول بقدر الامكان تشوف اي طريقه ولو جديده مبتكره ازاي ان انت تكون سبب في توبه انسان. هقول لك على قصه حلوه قوي، اسمعنا ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي،
فالمسلم كان يرى من اليهود ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فكان نفسه بأي طريقة أنه يبتكر طريقة يخليه يسلم بها. فراح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام؟ أنت ما نفسكش تسلم؟ قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحالة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له أسلم واشرب الخمر. قال له خلاص ماشي. فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك، ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم. إيه رأي حضراتكم؟ اشرب الخمر، اسلم بس واشرب الخمر، خديعة. وبعديها بعد ما يدخل الإسلام أوكي أنت دلوقتي بقيت مسلم، ما تقدرش تشرب الخمر لأنك لو شربت الخمر هنطبق عليك الحد، ولو تركت الإسلام هنقتلك. فطبعا الراجل يا يحب الخمر ويرجع لدينه ويترك الإسلام يبقى هيتقتل، يا إما يفضل في الإسلام مجبرا. وطبعا قال إيه؟ تابعا شرب الخمر. هي دي الخديعة اللي بيخدعوا بيها أي حد، أنت الشهتين وهنتجوز وهنعمل وا وا وا، وبعدين بعد ما تتجوز او بعد ما يقع الفخ او يحصل اللي يحصل اوعى ترتد، والا هتبقى مرتد وهتتقتل. فطبعا اي حد دخل ما يقدرش يخرج، لانك لو خرجت هتتقتل. بنت الرب اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه ناديه، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. عاش من سمع صوتك. تعيشك اكتر خيرك. انا سبق وقلت لك انا عندي ظروف طليلي، ربنا يدبر ربنا معاكي ومد ايدك واقدر ان انا اشاهدكم تاني وابقى يعني مستديمه. بيقولوا ايه؟ زبونة مستديمه. اهلا وسهلا. المهم انا في الاول خالص طبعا بابعت تعزياتي الكثيره جدا بناء عن نفسي وعن كل اقباط المهجر وعن كل الأباط المصريين. أنا بعزي أخونا الدكتور إيهاب، عيلته زوجته وأطفاله وأولاده، وأقول لهم مع المسيح ذاك أفضل جدا. وإن ممكن أنه يعني أنا مش بقول أن الحادث شيء سهل ولا مش سهل، لكن أنا بقول حاجة واحدة، أنه هو راح للسيد المسيح بمركبة نارية وصل للأمجاد السماوية بأسرع ما يمكن. ممكن إن إحنا نموت في حادثة، ممكن نموت على السرير، ممكن نموت بالمرض الوحش. أنا ما بقولش إن الشرطة يعني أرفع لها القبعة، لا، أنا بناشد السيسي وبقول له لازال في تعابين عمالة تسري من تحت لتحت، والكتاب المقدس بيحذرنا من الثعالب الصغار المفسدة للكروم. من فضلك يا سيسي، انا عارفة انت عندك حاجات كتير جدا، لكن احنا برضو جزء من رعيتك، جزء من رعيتك. ولو دلوقتي لو انت ما اخدتش موقف ضد الناس دول هيجوا بعد كده ويخشوا لقدام تاني ويعملوا نفس اللي عملوه في كرداسة. هل انت عايز مصيبة تانية؟ انا بسألك، يا ريت ليه ترد بينك وبين نفسك والله شاهد عليك. هل انت عايز مصيبة تانية؟ كلنا كان كلنا، ما فيش مصري في مصر او خارج مصر او استراليا اوروبا امريكا الا ما كان عشمان فيك وماسك في كده زي جلبية امه انقذنا من الاخوان. واذا كان لغاية دلوقتي فيه لازال ثعالب صغار بترعى من تحت لتحت، انا بقولك طهر طهر، لأنه في يوم من الأيام هتلاقي عندك كارثة تانية زي كارثة كرداسة، ربنا ما يسمحش. أمين. لكن بقول لك من فضلك، إحنا صحيح بنموت وبنتذبح وجنة، وقال لنا كده السيد المسيح زمان اعلموا إن في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو غلب وقال لنا من يصبر للمنتهى فهذا يخلص. كلنا عندنا وعود من قديم الزمن ومكتوب عنه انه هو امس واليوم والى الابد. لكن بالنسبه للشهيده الاخت الثانيه اقول لها برضو مع المسيح ذاك افضل جدا،
ويا أختي هنيئا لك بالمسيح، إذا كنت حبيتي المسيح من قلبك فهنيئا لك بالمسيح ومبروك عليك. هي مش مع المسيح، هي شهيدة الواجب وهي شهيدة الوطن وشهيدة الأداء، هي فعلا شهيدة حب وطنها، هي مش مسيحية لكن حبت بلدها جدا، حبت الفقراء جدا، حبت الحق، وكلمة الحق هي الله أولا وأخيرا، فهي فعلا أنا بعتبرها شهيدة لأنها شهيدة وطنها، زيها زي أي جندي بيدافع على الميدان أو بيدافع في جبهة الميدان زيها زيهم، بس يكفي أنها قتلت بأيادي ناس المفروض أنها بتقول عليهم بني أدمين، ناس بيدعوا الدين، وهم كل المشكلة أنهم كفروها واعتبروها مرتدة وقتلوها. بشكرك يا بنت المسيح جدا. بالنسبة للأخ بقى اللي بيقول له خش الإسلام وانت تشرب الخمر، فاحنا بنقول له يعني ألعبكم كتير وألعبكم مكشوفة، ويا ريت تروح تلعب بعيد يا عم الحاج، كفاية لغاية كده، يا ريت تروح تلعب جداً. بعيد. بشكرك جدا جدا، واتمنى اسمع صوتك دايما في كل حلقه. استاذ محمود مره تانية اهلا وسهلا بيك. يسعدك يا ست ناديه، سامحيني انت قلبك لا كبير. لا تحت امرك، واتمنى المشاهدين ومستمعينك يكون قلبهم برضو كبير معانا. لا تحت امرك. على دور المشخشخ هذا اللي طلعتيه المستشيخ ولا المستشيخ ولا والله كل صرنا مخربطين احنا في التسميات، حتى اللغة العربية الفصحى صرنا نكرهها. الشيخ يعني انا سؤالي بالله لو سمحتي انه مدام هو بالحيلة الطيبة، طيب وكمان بدي اسأل حضرتك الجرحى تبعين الارهابيين لبسينا، اتمنى الاخرين يسمعوني كويس، ها اذا ما اجى الاجابة من عندك تيجي من عندهم، الجرحى تبع الارهابيين جدار بيت المقدس، أسوار بيت المقدس، حمامات بيت المقدس، كل هالمسميات اللي عمال بتعالجوا في إسرائيل وبرجعوا مرة تانية من إسرائيل. هل في مكتب الرصد والأمن ما كلمنا عن هاي الموضوع ولا مش عارفين فيه ولا كيف؟ هل هاي خدمات إسرائيل للإرهابيين اللي في سيناء يعني مر لسواد عيونهم ولا محبة زيادة في مصر؟ وهل تؤثر على اتفاقية كام ديفيد هذه في تغذية الإرهاب ولا ما بتأثر؟ إذا في ناس قانونيين ممكن يردوا علي أنا ما أعرفش. أستاذ محمود أفتكر في حلقة من الحلقات أنا جبت فيديو اللي كان نتنياهو بيزور هؤلاء الجرحى. الجرحى أيوة في قصدي في المستشفيات الإسرائيلية وبيتعالجوا هناك، ونتنياهو بنفسه هو اللي بيزور، فأعتقد الرسالة واضحة جدا هم بيعملوا إيه. اسمحي لي في شغلة مهمة، إن إسرائيل عملت مستشفى ميداني في الشمال في مناطق ما فوق نهاريا، لكن انا بسال عن الموجودين في سيناء كمان الارهابيين اللي بسيناء اللي بيتم علاجهم في اسرائيل، كون مو موجود اي مستشفى يعالجهم في سيناء بعد ما سالنا وتحققنا من بعض الاصدقاء. فاذا هذه وقفه مع الامن القومي بدنا رد عليها لو سمحتي. وفي شغلك ثاني كمان وسؤالي، انه كم ترخيص صدر لبناء أماكن ترفيهية وسياحية وبارات وأماكن للرقص بخلال 100 يوم بعهد السيسي، وكم كنيسة مقابل البارات والأماكن السياحية تم السماح في بنائها؟ بدي أسأل على التراخيص اللي صدر فيها السماح للأماكن السياحية وللكنائس لو سمحتي. بعدين في واحد يبدو انه من جماعة هذه الست اللي كانوا عاملين طنق اللي بدور على المية وعايزين يستحموا هدول اللي منتلين، اسمه احمد عامر في اسطنبول، بيدعي انه هو رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات، ويبدو انه عقله لسه ما استشار مع عقله الباطني يقول له انه مصر كل المصريين طلعوا وغيروا الاخوان السفلة والإخوان الإرهابيين أكثر من 30 مليون، ومن ضمنهم كانت روح محمد بطاطا والطفل سالي اللي قتلتوه على باب الكنيسة. يا أحمد عامر وانت بتتكلم من اسطنبول وعمالك بتهز الخصر وحاطط لي الشامبيون تبعك والبربو تبعك تبع القردغان والقرد الضاوي تبعك، وشوف القرد الضاوي تبعك اللي بقطر اللي حلل قتل السوريين وحرم دماء داعش وحلل قتل الابرياء في مصر،
وحرم قتل الارهابيين في سيناء. ما دي افعال القرود يا استاذ محمود، يعني عايز من اللي استحوا ماتوا، عايز اقول له اللي استحوا ماتوا. واذا انت من جماعه طنط وعايز تروح مع صاحبتك وبنت عمك اللي قالها الطش جنت لتحال استحملي، تحال انت برضو على القاهره في ناس حتحممك يا قليل الحياه. اتمنى انك تسمعني يا احمد عامر. بشكرك بشكرك جدا. مصر اعلى منك ومن كل القرود اللي حواليك يا ابن البسس والقطط، مش هقول لك اكتر من هيك. طيب اشكرك يا استاذ محمود. معانا مداخله اتمنى نسمع صوتها دايما. ام حسين اهلا وسهلا بيكي. مرحبا يا اختي، جزاك الله خير، الله يعطيكم العافيه والله سبحانه وتعالى ان شاء الله يحفظكم. ربنا يخليك. انا يعني مو صغيره عمر بالخمسين سنه كنت مصر كانت هي ام الدنيا. مصر كانت يمشي ما ينعرف هذا مسيحي ولا مسلم ولا شنو، شيعي سني ما ينعرف. الله ينور عليك. من دخلوا المسلمين واخوان المسلمين شيبوا مصر، اخوان المسلمين هم القاعده والقاعده هي داعش. صح. الخليج 200 ما صار لهم حتى 200 سنه، هذا البلدان مال الخليج حتى 200 سنه ما صار لهم. ام حسين بعد اذن حضرتك جنسيتك ايه؟ يعيشون المسيحيين والمسلمين. انا وين اعرف هذا مسيحي ولا مسلم، يعيشون وياكلون رغيف مال الخبز. صح. هم صحيح فقيرين، صحيح سوريا فقيره، لكن هي جنه والله العظيم. انا هذا البلد زرته والله، انا امكي علي هذا البلد جنه. انا كنت بالطائره ويا اخت مسيحيه سوريه، والله اروي لك هاي القصه. نزلنا بالاردن قلت لها وين رايحه، قالت على سوريا، حكيت بصوت عالي كنا باللاين واقفين، قلت لها الله يحفظ سوريا امين. لان ما شفت يوم من الايام انا زرت هذا البلد مرتين ثلاثه او اتو ترانزيت علي نوبات، ما شفت يوم من الايام عسكريين بالشوارع او جيش او شرطه او ناس، يعني بلد كان امن منه ماكو، بس المدنيين يمشون بيه. لكن تروح الدول الخليج، روح للسعوديه، روح لاي بلد، شوف الناس كلهم مضطهدين عنده، فليش تمشين بلاي حجاب؟ والله لا ما يقتلونك بالنهار، يقتلونك بالليل. حضرتك عراقية يا محسن؟ احنا عراقية، كنا عايشين احنا بالعراق، والله العظيم والله العظيم كنا نقعد كل احنا، وتقعد اخت المسيحية وتقرأ لنا الفنجان مال السيدة مريم سلام الله عليها، ونقول هذا الفنجان لروح السيدة مريم سلام الله عليها العذراء، وتاخذ لنا بيه ونقعد نتونس ونشرب القهوة في بيت واحد. والله اما تجينا واما نجي، ما عندنا حساسية من واحد، وكنا ننذر النذور للسيدة العذراء سلام الله عليها. ربنا يخليك يا رب. للأئمة يعني ما عندنا مشاكل ابدا. لما دخلوا اهل سعود فينا ودخلوا اهل الخليج فينا، هم اللي غيرونا وهم اللي شتتونا، هم اخوان المسلمين. طبعا اكيد حضرتك لو متابعه الحلقه شفتي اللي قتلوها، اللي هي سميره صالح، اللي قتلوها بسبب انها كانت بتدافع عن العراقيين الغلابه، واعتبروها انها مرتده واعتبروها انها كفره وقتلوها بالرصاص في ميدان عام. شيء محزن والله يا جداً. اختي والله العظيم والله العظيم اقسم لك بالله بهالحاله هاي، وكانت الاوضاع كلش مو زينه بالعراق، وانا رحت الشارع حيفا، العراقيين هسه لا يسمعون البرنامج مالك يعرفون حيفا شو حيفا. شارع حيفا كان عندنا ببغداد، هذا شارع خطر كان بارهابيين، والله رحت ووصلت الامانه من ديره البعيده وديره الغرب، ووصلت الامانه لهم واخذت وياهم صور، وهم مسيحيين وانا مسلم. ربنا يباركك ويبارك حياتك. حتى الدين مالنا، حتى الدين مالنا فسدوه، الدين يقول لكم دينكم ولدين. بالظبط. دين وهو ده اللي بنقوله محسن. وين هاي الآية صريحة بالقرآن لكم دينكم ولدين؟ أنا أريدها وأنا والله العظيم لو أعرف، أنا عمري 50 سنة، لو أعرف الإسلام، إسلام ذبيح أطلع من الإسلام من اليوم. لكن ما عندنا آية نص لازم أذبح المسيحي. ليش رسول الله كان يهودي زوره ويقول له أنت شلونك؟ وهو كان يعني معاملته مو زينه ويا رسول، وبعدين قال انت جاي تزورني؟ قال لي، قال انت مو معاملته، انا معاملته مو زينه وياك، قال لا انا جاي ازورك انت جاري. هيك تعلمنا، هيك تربينا، ما تربينا كل واحد اذبحه، والله العظيم لا اولادي يجيبون فرخ مال دجاج يجيبوا ابوهم، لا انا ولا اولادي نشوفهم يذبحون هذا الفرخ، ما نستطيع. الا يذبح واحد بس دلوقتي بقى عزيزه عند الله. ام حسين دلوقتي بقى شرط اساسي عشان يبقى امير في هذه العصابات الإرهابية، شرط أساسي إنه يفصل رقبة 12 واحد كده يبقى أمير، يفصل رقبتهم كده بقى بني آدم يستحق إنه يبقى أمير في هذه الجماعة.
هي دي اللي احنا وصلنا له بسبب هذه الجماعات الإرهابية، وهي دي اللي المفروض يعني واحدة زي حضرتك. أتمنى أولا أسمع صوت حضرتك في كل حلقة. والله العظيم، والله العظيم يا أختي، أنا عندي مغالات المسيحي نفس قلات المسلم، والله وداعة أولادي ما عندي أي مشكلة. اسمعيني، مو أنا أقول، أنا الدين اللي تربيت عليه هيك يجي يصلي. بس صدقيني يا أختي، هذا مخطط، مخطط لإفساد الأمة العربية والتآلف الاجتماعي اللي بين الناس. بس في رب حيحاسب الكل، في رب إن شاء الله عمره طويل والذكرين. هذا الكلام هيئات خفية، وهذا الناس المجرمين بأي صورة وبأي آية، بالمسيح بالإنجيل بالثورات بالدين بالقرآن، يقول تعالى صورات واحد. ليش؟ بشكرك على جدا على على دين. بشكرك جدا جدا حقيقي، أنت شخصية طيبة، وأتمنى أن يكون كل اللي زيك منتشرين في جميع أنحاء العالم، يتعاملوا مع الإنسان على أنه إنسان بعيدا عن الدين، زي ما عندكم بتقولوا لكم دينكم ولي ديني، إحنا كمان بنقول ربنا فوق هو اللي هيحاسب، ماليش دعوة. ربنا أصلا اداني الحرية أن أنا أبقى مسيحية أو مسلمة أو كافرة، فما بال بقى أجي الإنسان هو اللي يقول علي أنا كافرة ولا مش كافرة؟ إذا كان ربنا سمح لي، أنت يا إنسان مش هتسمح لي أن أنا أبقى كافرة ولا أبقى مسيحية أو أبقى مسلمة؟ ده التخلف اللي هم فعلا اشتهروا بيه، وده التخلف اللي دلوقتي عايزين يوصلوا بيه العالم كله، ان يوصل العالم ان يبقى فاصل رقاب، وعايزين يحكموا العالم بهذه المبادئ وهذه الشريعة، فصل الرقاب وضرب الأعناق. طبعا أتمنى ان الناس تصحى وتفوق، أنا عندي مواضيع كتيرة، بس أوري لحضراتكم حتى في مصرنا الحبيبة بنوتة صغيرة، بنوتة صغيرة وفهمة كل طبيعة اللي بيحصل في مصر، مجرد أسئلة بتسألها، يا ترى أنت جربت تبقى كذا؟ جربت؟ أسئلة جت في فكر الطفلة دي إزاي؟ وعرفت الكلام ده إزاي؟ عرفت لأنها شافت قدامها في المجتمع إخواتها وأهلها بيحصل لهم كده، كل اللي حواليها بيحصل لهم بلاوي زي دي. تعالوا نشوف هذه البنوتة الصغيرة بتقول ايه واسئلتها بتقول ايه. يلا تجري عشان يكتبوا. تجري عشان يكتبوا. جربت دينك يبقى عقاب؟ جربت يقولوا عليك كافر من غير اسباب؟ جربت تكون لسه بفضلك لما تبتدي حس بدينك يدولك في الواقع او العكس؟ جربت يزفوك في الشارع يوميا كده ولاد وبنات ويغنولك بحنين وبشوق الكنيسه وقعت والقسيس مات؟ جربت اللي بيسمع اسمك يستغرب وكأنك انت؟ جربت تشوف مصر اتكدت لو قلت مصر يا ناس بلدي؟ جربت تشوف مطعم كاتب ممنوع العمال العبار؟ جربت يقول حرام اصلا مسيحيين يبقوا في يوم ضباط؟
جربت تكون راكب مترو فيبصوا لايديك مش مئذان، جربت يقولوا عليك كوبتس وشتايم نبي اخرى لزان، هو انا يا دلوقتي صحيح ابنك وانا صاحبك البناني، خلفتيني بنفسك ولا على بابك جاي على ايامي، هو انت يا ام صحيح امي ولا انت بقيتي مراتي ابويا من الباب للطاقه كده كرهاني، طب بس قوليلي ازاي يا ابني واتنين رحمتلي وطن تاني مكتوب على قلبي انه يحبك واستغرب انه مش دي طفلة صغيرة شافت بعينيها وحست من كل المحيط بيها ان ممكن وهي ماشية في الشارع يزفوها الاطفال ويقولوا لها الكنيسة ولعت والقسيس مات، انها بيتها يتحدف بالطوب، ان الكنيسة تتهدم قدام عينيها بمنتهى البساطة، ان يا ترى يا مصر انا صحيح ابنك ولا انت لقيتيني فين، يا ترى يا مصر أنا فعلا ابنك، هي الرسالة كانت عايزة تقولها كده بكل البلاوي اللي رصتها دي كلها، هي رصت شوية حاجات كلها ومش يعني مش في ورقة دي حافظاهم وعارفة هي بتقول ايه، طفلة صغيرة شافت بعينيها بيوت بتتحرق كنايس بتتهد، شافت على باب مطعم مكتوب ممنوع العمال الأقباط، شافت وعرفت معاناة أهلها بيحصل ايه، شافت ان مفيش ضابط زي ما قالت قبطي يعني ضابط من الضباط اللي في المخابرات مثلا اللي المراكز الكبيره، شافت ان مفيش رئيس جامعه قبطي، شافت كل اللي حاولت انها توصل بيه صرخه الم لشعبها القبطي، شافت كل ده وعبرت عنه بكلمات، يا ترى يا مصر صحيح انا ابنك، السؤال ده مصر تجاوب عليه في صوره الرئاسه في صورة الرئيس في صورة رئيس الوزراء، يا ترى احنا الأقباط فعلا ولاد مصر، يا ترى انتوا بتعاملونا على اننا طبقة 10 ولا طبقة 500 ولا حتى ده احنا ما وصلناش للطبقة التانية زي ما بيقولوا او المستوى التاني، ده احنا الطبقة 10. في صورة استأذن مخرجنا قبل ما نقفل، صورة صغيرة لولد بيتهمنا وكاتب على الحيطة ايه او شاب يعني او بني ادم ايا كان، بس المشكلة ان هو بليد يعني حتى في التعليم بليد، الكفار لا مفر لا هم بليد، يا ترى اللي علمك كلمة الكفار معلمكش لغتك، يا ترى اللي عرفك ان احنا على فكرة الصورة دي شايفين على باب كنيسة، يعني ده بيكمل اللي قالته البنوتة الصغيرة على باب كنيسة، كنيسة فوق اهي ومهدومة اهي اللي هي البنت بتقول عليها، جربت ان كنيستك تتهد قدام عينك اهي الكنيسة، وكمان لا مفر له يعني مش هتهربوا مننا، يعني هنقتلكوا هنقتلكوا، يعني هنعمل وهنعمل وهنعمل، ادي الحال، يا ترى يا مصر احنا فعلا اولادك، والامتى هنفضل لا مفر لنا والامتى هنفضل كفار. قبل ما اختم الحلقة عشان المسلسل القذر اللي بيحصل ده كل يوم والتاني حاجة، لازم يكون في حل رادع من الرئيس، ولازم تكون في قرارات حاسمة، ولازم القانون يمشي على الكل، ولازم العدل ياخد مجراه مع كل إنسان مهما كان، حتى لو رئيس الوزراء، حتى لو أي حد، السيسي لو انت نجحت وقلتها قبل كده، لو انت نجحت في السياسة الخارجية مصر كما هي بل ألعن ألعن، وبقولها لك ألعن، يا إما تحسن وضع مصر عشان تبقى ناجح داخليا وخارجيا، يا إما هتفشل في مصر. ما ينفعش ان انا احط رطوش على وشي واحط ميك اب وانا من جوه الداخل بتاعي وحش جدا،
ما ينفعش اجمل الصوره واقول مصر ام الدنيا وهي من جوه بتقتل في ولادها. ما ينفعش اكون منظري جميل ولابسه فستان حلو وانا من جوه ريحتي معفنه. ما ينفعش. ما ينفعش. عشان كده يتعالج الجذور الاساسيه في مصر وتخير من الفكر الارهابي اللي داخل العقول. في امريكا قانون، لو انا سالت حد على دينه وقلتها باسلوب استهزائي سهل جدا يروح يبلغ عني وثلاث سنين. يا ترى في مصر امتى ممكن واحد يبقى اسمه جرجس ومحدش يتريق عليه او محدش ينتهك حرمته او محدش يفرض عليه جزية او محدش يخطفه او حطه زي ما انتوا عايزين؟ امتى؟ يوم ما هيحصل كده ويوم ما كل واحد هياخد حقه بالظبط هتبقى مصر ام الدنيا. طول ما مصر كده عمرها ما هتبقى ام الدنيا ولا هتبقى احفاد الدنيا حتى ولا هتبقى في السلالة العاشرة للدنيا. لا، عايز تبقى مصر ام الدنيا وقد الدنيا يا سيسي، عالج الفكر بقوانين حاسمة وحازمة، عالج البني ادمين مش تعالج الرتوش الخارجية. الحلقة انتهت بدون برضو ما اتكلم عن شخصية اثبتت ان مصر والشرطة فيها بتعمل ايه في البلد. لو انا بتكلم عن الشرطة في الحلقات اللي فاتت دي كلها لان يهمني جدا ان مصر تتعدل ويهمني جدا ان مصر تطفو على السطح وتبقى فعلا مفخرة للعالم كله ان مصر فعلا ام الدنيا، بس عمرها ما هتبقى ام الدنيا طول ما فيهاش امن وامان، عمرها ما هتبقى ام الدنيا طول ما في تعابين بتلدغ من تحت لتحت وعمالة تحط السوس في الجذور وهتهد الدنيا، هتهد مصر فوق الدنيا. طول ما في النفوس الحاقدة اللي بالشكل ده علينا، طول ما في تمييز ما بين المسلم والمسيحي، طول ما في مصر مش بتساوي ما بين الكل، عمرها ما هتبقى أم الدنيا. أتمنى بإذن ربنا على الحلقة اللي جاية يكون في حاجات اتغيرت، وأتمنى أن الشخص اللي كنت نفسي أتكلم معاه يبقى هو شخصيا معايا، وبعتذر له جدا على أني ما قدرتش أن أنا أجيبه على الهوا. سلام مسيح معاكم وأشوفكم على خير بإذن ربنا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد.